صباح الخير مشاهدينا وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صباح الخير يا وطن. نجدد لقاءنا معكم من تلفزيون الفجيرة ومن مطلع الشمس تحديدا على موعدنا اليومي من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 مساء. ومواضيعنا مشاهدينا كالعادة احنا بنوعدكم دائما اننا نطلع عليكم بأحدث وأجدد المواضيع في مختلف المجالات خاصة الأزياء الجمال والتكنولوجيا، وفقرة نستعرض فيها أيضا أغرب 5 فيديوهات في 10 دقائق بالإضافة إلى الفقرة اللي ننتظرها كل يوم مع الشيف وديع وهي فقرة المطبخ. بداية مشاهدينا يسعدنا أننا نتشارك معكم هذا الخبر الجميل لتسلم قناة وتلفزيون الفجيرة جائزة أفضل محطة متطورة في فترة قصيرة، وذلك في مهرجان الفضائيات العربية المنعقد في القاهرة. هذه الجائزة اللي كلنا فخورين وسعيدين بها، والذي تسلمها سعادة حمدان الكعبي مدير عام هيئة الفجيرة للإذاعة والتلفزيون. دائما نتطلع إلى الأفضل ودائما نتطلع إلى المزيد طبعا من ضمن أو عبر كل البرامج اللي تطرح على تلفزيون وشاشة الفجيرة. خلونا مع بعض نروح نسلم ونصبح على زملائنا بالاستديو وعلى الزميلة بتول. يسعد صباحك بتول. يسعد صباحك خلود. مثل ما ذكرتي خبر كتير مهم بالنسبة لقناة الفجيرة، فخر كبير لنا كلنا كعاملين. صحيح. قدرنا نطلع من شيء صغير أو فينا نقول من ولا شيء لنقدر نعمل شيء وناخذ جوائز خلال فترة قصيرة، شيء بيعود الفضل له من أصغر حدا اشتغل. صحيح. لأكبر حدا بهي المحطة، كلنا قدمنا واشتغلنا بحب، اشتغلنا من قلبنا لنوصل، وإن شاء الله أكيد ممكن في عنا بعض. صحيح. الثغرات البسيطة اللي نحن إن شاء الله بتعاوننا رح نحاول إنه نتطور ونسد هاي الثغرات ونكون بأفضل حلة وأفضل صورة بحب المشاهد إنه يشوفنا فيها. فعلا في الأخير هو مجهود جماعي وعمل متكامل. بالفعل مثل ما ذكرتي مهما مرينا بعقبات وصعوبات، يعني في الأخير هدفنا واحد، هدفنا أنه إحنا نطلع بأفضل البرامج وبأفضل صورة. أكيد ما بدنا ننسى نحن نوجه تحية لإدارة التلفزيون، لولا التعامل الأسري والعائلة اللي هنن عاملونا فيها وحاسين فعلا كلياتنا ككرو واحد عائلة، ما كنا قدرنا نوصل لهم. إن شاء الله الأيام الجاية يكون أفضل وأفضل يا رب بإذن الله. خلينا نقول صباح الخير للشيف وديع. سعد لي صباحك، صباح النور والسرور. كيفك بتقول اليوم؟ إن شاء الله منيحة. أكيد منيحة. ونحن اليوم كنا عم نحكي إنه الألوان بالأكل والألوان إلى أثر على طاقة الإنسان. وعد عفواً خلود كان عندك معلومات. صحيح. إنه بتأثر على أعضاء جسم الإنسان. بالفعل مثل ما إنه للألوان أثر على طاقة الإنسان وعلى مزاجيته ونفسيته، أيضاً شيف وديع الألوان لها تأثير كبير على أعضاء الجسم. حتى في دراسة أجروها عام 1990 من خلال هذه الدراسة تم تسليط الضوء الأحمر على عدد من المرضى اللي بيعانوا من الصداع النصفي. طبعا مين ما يعني يعرف الصداع النصفي والمعاناة اللي بتحصل للأشخاص بسبب هذا المرض المزمن. فاكتشفوا انه الأشعة او اللون الأحمر بشكل عام يعني له دور كبير في علاج وشفاء هذا المرض بنسبة 93%. ففعلا شيف وديع يعني هالألوان اللي احنا كل يوم نشوفها بالضبط، والابيض كمان كثير بتاثر، والابيض والاحمر كمان. والابيض ما شاء الله كلكم لابسين ابيض اليوم، شيء على عناوه الصفاء والنقاء. يعني طبعا نحن كمان بنبارك لكم ابيض واحمر، بنبارك لكم بنبارك لكم طبعا بهالتقدم، وطبعا بهال يعني الجائزه اللي اخذتوها بهالتفوق، يعني ما شاء الله عليكم. ونحن كمان اليوم عاملين كمان أكلتين طيبين كتير، وأكلي منهم كبة السمك محشية روبيان وفيلي. يعني في سياق الحلقة كبة غريبة، كبة سمك روعة يعني. وبعدين عاملين دجاج كمت ما قلتي بالألوان، دجاج مع الخضار والألوان. يعني طبعا هو الألوان بتول بتفرح الإنسان، والعين كمان ما شاء الله. يعني وقت بتشوف هيك ألوان حلوة يعني بقوله سبحان الله. يعني انت بيقولوا العين بتاكل قبل التن. برافو عليك، فلهيك انت عم تهتمينا بالألوان. رح نشوفك على خلال حلقة
طبخة اليوم. طبعا ونطلب من أعزائنا المشاهدين يتابعونا في سياق الحلقة كيف بدنا نعمل هالأكلتين الطيبين، وبنصبح عليكم أعزائنا المشاهدين ونرجع لخلود. وأنا بدوري شيف وديع أصبح عليك، وإن شاء الله راح أرجع لك خلال الحلقة. شفنا طبعا يعني نبذة بسيطة على الوجبة اللي راح يطبخها لنا اليوم في فقرة المطبخ مع الشيف وديع. فقراتنا مثل ما ذكرنا في البداية مشاهدينا متنوعة ومتجددة، راح نشوفها ونتعرف عليها خلال الحلقة. ولكن المواضيع اللي راح نتكلم عنها اليوم في مجالات مختلفة، خصوصا مجال الاتيكيت اللي راح نتعلم في فن التعامل وفن الاتيكيت في المكاتب المفتوحة، أيضا راح نتعرف على عالم الأزياء والموضة ومدى تأثير على الفتيات. وكالعادة بداية الجولة الصباحية مع الزميلة بتول. صباح الخير مشاهدينا، جولة جديدة على آخر أخبار الصباح من خلال المواقع الإلكترونية طبعا الصادرة صباح هذا اليوم. أبدأ من الإمارات اليوم والتي عنونت أكد أنها وسيلة تواصل حضاري بين الشعوب. نائب رئيس الدولة: سنستمر في استثمار الترجمة لخير شعوبنا. إعلان الهند ضيف شرف لدورتها السادسة، 140 دولة تطلب المشاركة في القمة العالمية للحكومات. وأيضا سيف بن زايد يوجه بتكريمها، والرومي تؤكد أنها رمز للعطاء والإيجابية. مسؤولون ورواد التواصل الاجتماعي يعربون عن فخرهم بالكوميتي. مستهلكون ينتقدون تباين الأسعار وعدم كتابتها على الأرفف، وتجار لم نتلقى مستندا رسميا بكيفية التطبيق. ارتباك وغموض في اليوم الأول لتطبيق الضريبة الانتقائية. وفي الفجيرة اليوم مشاهدينا نقرأ: محمد بن زايد يصدر قرارين بشأن تعيين مدير عام لجمارك أبوظبي والرقابة الغذائية. وأمير الكويت يستقبل ولي عهد الفجيرة. وفي التفاصيل: استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير الكويت سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الذي قدم إلى سموه التعازي باسم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة سارة يوسف العذبي الصباح. ورفق سمو ولي العهد في تقديم واجب العزاء لآل الصباح كل من سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد الشرقي ووفد رفيع المستوى. وأيضا أبو ظبي تستضيف منتدى عالمي للقضاء على الأمراض المعدية. وقناة الفجيرة تفوز بجائزة أفضل قناة إماراتية متطورة خلال فترة قصيرة. والفجيرة للثقافة والإعلام والوطنية للإعلام تبحثان سبل التعاون الثقافي والإعلامي. وننتقل إلى الخليج مشاهدينا، والتي عنونت: تحفيز وترسيخ دورهم في يومهم العالمي. تنمية المجتمع تطلق 50 برنامجا وفعالية لإسعاد المسنين. غطي بمادة أستانلس ستيل الذهبي الافتتاح التجريبي لبرواز دبي نهاية الشهر الجاري. وأيضا إقرار منح 348 قطعة أرض سكنية لمواطني الشارقة. وفي ختام هذه الجولة مشاهدين، اخترت من البيان الخبر التالي: دراسة أضرار الجلوس كثيرة تعادل أضرار التدخين. في التفاصيل، أظهرت دراسة حديثة أن مخاطر الجلوس لفترات طويلة قد لا تقل عن مخاطر التدخين، وتسبب الكثير من المشاكل الصحية بدءا من البدانة ومشاكل التمثيل الغذائي وصولا إلى أمراض القلب والأوعية الدموية. فحسب هذه الدراسة، يتسبب الجلوس لفترات طويلة بأمراض ومشاكل صحية عديدة،
إذ أن طبيعة الجسم غير مهيئة لكثرة الجلوس، لذلك مشاهدينا أصبح يطلق على الجلوس لفترة طويلة التدخين الجديد، وذلك لما يحمله من أخطار قد تطال أعضاء الجسم كافة وبشكل خاص القلب والأوعية الدموية. إذن مشاهدينا صدق من قال في الحركة بركة. نهاية هذه الجولة وكما العادة لا تكتمل إلا إذا انتقلنا إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومعي من هناك علي الشحي. صباح الخير. صباح الخير لجميع المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا فيك. يا ريت لو تعطينا جولة على أحوال الطقس، وخاصة أنه كان الفترة الماضية أو اليومين الماضيين الأحوال غير مستقرة بسبب وجود الضباب، ونسبة الرؤية كانت منخفضة إلى منعدمة تقريبا. إن شاء الله. أيوة، أيضا نفس ما ذكرت. أيوة، البداية يكون الجو حار نسبيا بوجه عام نهارا ومعتدل ليلا وغائم جزئي ومغبر على بعض المناطق أحيانا، حيث تظهر بعض السحب على بعض المناطق الشرقية من الدولة. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع أيضا فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف. نعم. بالنسبة لدرجات الحرارة وحالة البحر، إن شاء الله درجات الحرارة المتوقعة على المدن الرئيسية بالدولة العظمى تتراوح ما بين 36 إلى 42 درجة مئوية، الصغرى ما بين 24 إلى 29 درجة مئوية. حارة البحر، والناس اللي حابة تسأل عن حارة البحر، نقول إن شاء الله البحر في الخليج العربي وبحر عمان من خفيف إلى متوسط الموج، حيث ارتفاع الموج من 1 إلى 2 قدم قرب الساحل ومن 2 إلى 4 أقدام في العمق. شكرا لك علي الشحي، كنت معنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، شكرا لك. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، لكن لا تنسوا متابعة باقي فقرات برنامج صباح الخير يا وطن بعد هذا الفاصل. إلى اللقاء. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا، والآن راح ننتقل إلى أولى مواضيعنا. مثل ما ذكرنا في البداية أنه إحنا راح نتكلم عن الإتيكيت، وخاصة إتيكيت المكاتب المفتوحة. أكيد هذا الشيء راح نتعرف عنه بالتفصيل مع الضيفة المتواجدة معنا. فمشاهدينا، لم يعد تصميم المكاتب داخل العمل يعتمد على الجدران أو الأبواب المغلقة، بل أصبحت مفتوحة على بعضها البعض، وهو نظام حديث تعتمد أغلب الدول المعاصرة. ولكن لابد أن يكون هناك بروتوكول وإتيكيت للتعامل بين الموظفين للتفادي الإزعاج بين الزملاء والمواقف المحرجة. يسرنا أنه نرحب بضيفتنا المتواجدة معنا بالاستوديو، الأستاذة دلال الشيخ طه، مستشارة تربوية ومدربة دولية معتمدة في التنمية البشرية. يسعد صباحك أستاذة دلال، وأهلا وسهلا فيك مرة ثانية معنا. صباح النور يا خلود. قبل كذا احنا تكلمنا عن اتيكيت الاطفال وقد ايش كان مهم وقد ومن اهميته صار موجود ويدرس في المدارس وكمان ايضا في المراكز الخاصه. اليوم نتكلم عن الاتيكيت ولكن في مجال مختلف كليا، اللي هو مجال المكاتب المفتوحه. قبل ما نتعرف على مفهوم اتيكيت المكاتب المفتوحه، عفوا، يا ريت تحدثينا اولا عن معنى كلمه اتيكيت. هي معنى الكلمة هو التعامل الراقي، التعامل السليم بطريقة سليمة. يعني ما بكفي لحتى أتعامل مع الشيء بطريقة صح لأوصل لنتيجة صح، ولكن يجب أن أتعامل بطريقة صحيحة لأصل إلى نتيجة صحيحة. فمنشأ كلمة الإتيكيت هو عبارة عن كلمة بالفرنسي اسمها إتيكيت. منين اجت الاتيكيت؟ اذا بتتذكر يا خلود، نحن كنا نلزق بطاقه على الدفتر او على الكتاب ونقول حطي الاتيكيت واكتبي اسمك. فهي منشا الاتيكيت من هذا المنشا لها. بفرنسا لما كانت تصير حفلات او تجمعات جماهيريه فكانوا يحطوا الاتيكيت اللي هو البطاقه او التيكت. التيكت هو التيكت هو البطاقه اللي مكتوب عليها خطوات التصرف في الاجتماعات الرسمية أو الاجتماعات الاحتفالات العامة. يعني لما بيكون في عنا جمهور كبير صعب نحن نوصل لكل شخص بشخصه ونقول له كيف يتصرف. صح. فكانت فرنسا بال 1750 ميلادي اخترعت هاي البطاقة اللي هي تيكت، وكتبت عليها شو هي الخطوات اللي للتصرف في هذه الاجتماعات. فكان كل شخص مدعو يدخل للاجتماع يعطوه البطاقة أثناء دخوله إلى الاجتماع،
وهكذا. بعد ما يجتمعوا الأعداد المطلوبة أو اللي مدعوة لهذا اللقاء، ما في تنسيق سابق بيناتهم، كل واحد قدامه بطاقته عم يقرأ من بطاقته شو دوره أو شو اللي بده يعمله. جميل. فهون شو وصلوا؟ وصلوا للنتيجة إنه لما وزعوا بطاقات على هالناس هدول المدعوين، لقوا إنه الجلسة ساد الهدوء، ساد النظام، وساد المودة والتفاهم بين الموجودين، قلل من حدة الاختلاف بيناتهم، لأنه كل واحد معه بطاقة عم يعرف كيف بده يتصرف ويعرف دوره. ومن هنا نشأت كلمة إتيكيت، اللي هي التصرف الصحيح بالطريقة الصحيحة. بإنجلاند شو قالوا؟ إنجلاند قالوا لا، هو ما بيكفي إنه بس نعطيهم للناس أو ننور الناس بطريقة العمل الصحيح، لازم ننورهم بالسلوك الصحيح للوصول إلى العمل الصح. فقالوها الجود بيهيفير هي تعطينا الرايت كوندكت. فلما بيكون في عندي انا سلوك صحيح بيكون في عندي نتيجه صحيحه وهكذا. جينا نحن اذا بنطلع على مجتمعاتنا العربيه والاسلاميه، نحن مجتمعاتنا العربيه والاسلاميه هي الكلمه انا بقدر بقول معظم الناس بيستهجنوها او بينظروا لها بنوع من المقاومه، خلينا نقول، لانهم عندهم اعتداد بعاداتهم وتقاليدهم. صحيح، لازم يكون في عنا اعتداد بعاداتنا وتقاليدنا، لأنه الإتيكيت يختلف من مكان إلى آخر. صحيح. لأنه هو يعكس عادات وتقاليد وقيم الشعب نفسه. يعني إتيكيت الإمارات لا يتماشى مع إتيكيت دولة أخرى. وهكذا. فمنجي للعرب والمسلمين، نحن عنا العرب زمان كان عندهم العادات القبلية، فلما نزلت الأديان ونزلوا الرسل، الرسل إجوا بيسنوا قوانين وقواعد للتعامل بين كل الناس، ولكن هاي القواعد والقوانين كانت من رب العالمين، فكانت عبارة عن قوانين تغطي كافة مجالات الحياة، وهي صارت بزمن العصر الإسلامي هي صارت اللي تسود في التعامل والسلوك الصحيح. والتاريخ بيشهد أنه لما كان تصرف بهداك الفترة تصرف سليم بأسلوب سليم، وصلت الحضارة الإسلامية لأوجه. من هون منقول الإتيكيت ما هو، يعني خلينا نقول بالعامية بقولوا فزلكة أو تعالي أو تكبر. الإتيكيت هو شيء مهم في حياتنا، بس لازم نعرف أنه هذا الإتيكيت يختلف من شخص لشخص، يختلف من مجتمع لمجتمع، ولكن لما احنا بدنا نكون ببوتقة وحدة لازم يكون عندنا معرفة في كل الاتيكيت اللي بيتعلق. صحيح. بكل هالأفراد. صحيح فعلا، يمكن كمان لأنه منشأه كان في دولة أو دول أوروبية، فهذا مفهوم يعتبر نوعا ما دخيل علينا، فكان شوية صعب. أنه كمان كان في فكرة سائدة أستاذة أنه هالمفهوم في البداية كان لطبقات معينة، للطبقة الأرستقراطية، وما كان موجود عند عامة الشعب، فيمكن هنا تكمن الصعوبة شوية في تقبل هذا المفهوم. لمستي مكمن ليه نحن كمسلمين وعرب أحيانا بنحس إنه بدنا نقاوم لفظ هاي الكلمة. هلا الأوروبيين هن اللي اكتشفوها، يعني نحن فرنسا وإنجلند سبقوا الكل، نحن ما كان عندنا هذا الشيء، كانت عندنا العادات القبلية، ولكن لما أدركوا بعد ما عملوا الإتيكيت في الحفلات وحكينا كيف، فأدركوا إنه هذا الشيء لازم يتعلموه أولاد الطبقة المميزة، لأنهم كان في عندهم طبقة النبلاء، طبقة الحكام، طبقة الملوك. شو عملوا؟ قالوا نحن أولادنا لازم يتميزوا بهالشي هذا عن غيرهم، وبالتالي فراحوا شو عملوا؟ عملوا مدارس. هالمدارس هاي صارت تدرس، صارت حكر على أولاد الأغنياء والملوك والنبلاء. فلما صارت حكر عليهم صاروا هن متميزين بهالشي هذا، وعملوا فكرة في المجتمعات إنه هذا النوع من العلم هو لطبقة عالية، لطبقة متميزة. ولذلك من هون منقول الناس بتنظر للناس التانيين الآخرين اللي بيتباهوا بالإتيكيت أو هن بيتعاملوا بالإتيكيت على أنه الناس فوقيين. من هون نشأت الفوقية في التعامل بالإتيكيت. هذا بالنسبة لمفهوم الإتيكيت ومعنى كلمة الإتيكيت ومنشأها. خلينا نتكلم عن موضوعنا اللي إحنا نتكلم فيه، اللي هو أساس موضوعنا وحوارنا لليوم، إتيكيت المكاتب المفتوحة. إتيكيت المكاتب يستند على أنه نحن لما نروح للمكاتب فنحن أفراد، هالأفراد هي بتشكل عنصر الإنسانية، فنحن لما نروح لمكاتبنا نحن نروح لنشتغل، فنحن لما نروح لنشتغل معناها نحن معرضين لأنه نحتك بأفراد من الناس، نحن ما منقينهم تنقاية، ما مختارينهم هذا منحب نشتغل معه وهذا ما منحب نشتغل. صحيح. معه، فنحن بينفرض علينا ناس من طبقات مختلفة وناس حتى من جنسيات مختلفة، لا سيما مجتمع الإمارات. مجتمع الإمارات هو مجتمع مليء بالجنسيات، فمن الضروري أنه أنا قبل ما أدخل بيئة العمل اتثقف
بإتيكيت وقواعد وأصول التعامل مع الأفراد اللي هن في هالجنسيات الموجودة من حولي. أنا ما ضروري أتثقف بكل جنسيات العالم، ولكن إذا أنا بشتغل بهذا المجال هون يا خلود، بطلع أنا عم بعمل مثلا مع 3 أو 4 جنسيات، بروح بتثقف بقواعد وأصول التعامل مع هاي الجنسيات حتى ما يصير بيني وبينهم أي سوء. على الأقل يعني نتعلم الحد الأدنى عشان نتعامل ونتواصل مع هؤلاء أو هذه الجنسيات المختلفة. لأنه نحن يعني النواة في العمل المكتبي هي الفرد، والفرد هو مخلوق في أفضل تكوين، يعني رب العالمين ولقد كرمنا بني آدم. كيف أنا بكرمك يا خلود أو أنت بتكرميني؟ ما بقدر كرمك إلا إذا تعاملت معك بمكارم الأخلاق. فأنت لما بتعامل معك بمكارم الأخلاق وأنت زميلة لإلي بتبادليني الشيء بالشيء، ولكن هذا لما أنا بتعامل مع أي فرد بمكارم الأخلاق أنا هذا عم بحترم الذات البشرية عندي، وبالتالي عم صدر هالاحترام لذاته البشرية. فهذا بين الأفراد. أما بين الشعوب مثلا، ممكن أنا لما أكون ببيئة العمل وعم بلتقي بإنسان من جنسية تانية ممكن يتصرف معي بشكل لبق بالنسبة لإله، ولكن هذه اللباقة ما بفهمها أنا بثقافتي وبقواعد التعامل بشعبي أنا إنه لباقة، فبروح بردله إياها بإساءة. فهاد بين هون ونحن بالعمل لازم نتثقف، لازم نعرف قواعد وتعامل بين هالجنسيات هاي اللي احنا بنشتغل فيها لحتى نزيل سوء التفاهم، لحتى نخلي البيئة من حولنا إيجابية، ولحتى على طول يكون في نوع من المودة والليونة ورحابة الصدر في تقبل الآخر. طيب ما إيش هي هذه القواعد والأسس الرئيسية في تعاملنا مع الأشخاص من جنسيات مختلفة؟ هلأ نحن بالعمل إما نحن قاعدين وإجانا ضيف زميل عمل أو زميل من برا عميل بده شغل، أو نحن بدنا نتحرك نروح لزميل آخر أو لمكان آخر إلنا طلب معين نعمله. حناخذ الصيدين، الصيد لما أكون أنا ضيفة والصيد الثاني لما أكون أنا مضيفة. لو أنا يا خلود ضيفة بدي أجي عندك، قبل كل شيء مهما كنتي انت زميلتي برا الشغل، انت بالشغل جايين، نحن جبران خليل جبران بيقول من لا يعمل لا يخطئ، نحن جايين للمكتب لنشتغل. اذا هون الزمالة اللي برا المكتب صارت ثانوية والزمالة جوا العمل هي صارت الاساس رئيسي. فانا لازم ما احط براسي انه انا خوش بوش مع خلود وانا بقدر بدخل على مكتبه باي وقت وانا لا. لازم اطلب اذن، هل خلود عنده وقت تستقبلني ولا لا؟ اذا اول ادب من اداب الدخول على المكاتب هو الاستئذان من الزملاء. ثاني شيء انا ممكن زميلي يقول لي تفضل انا ممكن استقبلك لانه هو بده يستقبلني لشيء بخص العمل، فهو ما فينا يرفض، ولكن انا لازم بهالوقت هذا ما انسى انه زميلي عنده مهام وظيفيه يوميه هو بده يقوم فيها. فمثل ما بقول نحن كون خفيفا وخفف، يعني انا بدخل عند خلود اول شيء ببتدي فيه بستشعر هل خلود مضغوطة ولا خلود لا جسد النبض على قولتهم. أيوة بيكون في جواتك سنسور، هالسنسور هذا بيدليكي إنه أنا هالصديق أو هالزميل في العمل هل هو مستعد لاستقبالي، يعني عنده وفرة من الوقت ولا لا ضيق على قد. هالسنسور هذا بيقول لي إذا كان هو مضغوط فأنا بدخل على طلبي على طول، شوفي يا خلود أنا لازمني للشغل كذا كذا كذا، فدغري خلود بتتجاوب معي ومننهي الموضوع. هاي كتير مهمة لأن أنت ما نجاية زيارة ودية. الشغلة الثانية أنا ممكن وأنا جاي لعندك يا خلود شايلة بايل من الورق والأشياء وكذا، على بين ما أنت جاوبيني شيل هالورق وأخبطه على مكتبك، هذا شيء كتير كتير سيء. أنا المفروض إما بحطهم عندي أو بحطهم بطاولة مجاورة لإلي، يعني ما أعبث بترتيب مكتبك. أنت ممكن تكون حاطة أوراق مزبطيهم بأولوية معينة لإنجاز هدف معين، أنا بكون رحت لخبطت لك كل هالشيء. هاي شغلة. شغلة تانية هذا في تجاوز على حرية الشخص المضيف. الشيء الثالث اللي بحب أقوله هون كمان، بعد منيجي بقى للضيف، أنا كضيف وضيفي جاية باستئذان لعندي، أنا المفروض بدير الاستعداد اني انا مستعد لاستقباله، وذلك بالابتسامه بالترحيب فيه باني اظهر له انه هذا الكرسي انا محضره لك لتقعد، حتى لو كان الكرسي محطوط كل يوم بنفس الطريقه، تفضل هذا كرسيك. فهذا بيعطيه شعور بانه انت محترمتي، محترمه جيته، محترمه طلبه، محترمه ذاته، وهذا بيعزز العلاقه بيناتكم. الشيء الثاني لازم لما يدخل، انت اذا قاعده ورا مكتبك تقومي من ورا مكتبك تتحركي وتروحي لعنده وتاخذي مصافحه في اليد، صافحي في اليد وبتدليه على مكان جلوسه، بعدها بترجعي بتقعدي ورا مكتبك لحتى تتلقي تحلي له يعني الطلب اللي اجى. طب خلصت الزياره
بعد ما خلصت الزيارة بده يودعك. عند الوداع يستحسن بنفس الطريقة أنك تقومي وترافقي إما لباب مكتبك أو إذا الأسانسير قريب وعندك وقت ممكن ترافقي لعند الأسانسير وتودعي. بيكون استقبلتي بانطباع جيد بالاستقبال إنك تهيئ القعدة، وبالوداع لما ودعتي هذا بينطبق سواء كانت المكاتب مفتوحة أو كانت مغلقة. ولكن المغلقة بيزيد عليها أشياء. إيش الفرق طيب ما بين المكاتب المغلقة والمفتوحة في طريقة التعامل؟ طب المكاتب المفتوحة يا خلود يمكن تكوني أنت بحياتك المهنية جربتي هيك مكاتب، وأنا كمان جربت هيك مكاتب. أتوقع ما في شخص ما جرب هال إنه يكون في هالوضع وهالمكان ويكون في مكاتب مفتوحة يعني. ويصادف أشخاص من مثل ما ذكرتي من جنسيات مختلفة ثقافات مختلفة، وفعلا الشخص هذا ممكن يفهم هالأسلوب وهالتصرف بطريقة والشخص الثاني يفهمه بطريقة مختلفة. فعلا يعني شخصيا أنا تعرضت لها، وكانت الصعوبة أني أحاول أركز قدر الإمكان أني أنتج أكبر كم من الشغل بدون ما أتأثر بالضجة أو التشويش اللي جبتيها لأنك أنت عشتيها. أكثر شيء معيق في المكاتب المفتوحة هو عنصر التشويش. هلأ منين بيجي عنصر التشويش؟ نحن لأنه المكاتب المفتوحة أنت بإمكانك تعملي جولة بنظرك هيك تشوفي كل الزملاء، وجولة بنظرك هيك تشوفي كل الزملاء. هالتعود اليومي بدون حواجز، ما في أي حاجز بينك وبينهم، حتى لو في حواجز بتكون أحيانا الحواجز عبارة عن زجاج لا يمنع الرؤية، أو عبارة عن ستارة ناعمة لا خفيفة تمنع الصوت. إذا نحن على طول بهالحياة اليومية اللي عم تعود عليها، نحن متعودين نشوف بعض، نسمع أصوات بعض، ونشوف حتى حركات بعض. بالتعود والاستمرارية على هالشي هذا بيعطينا انطباع داخلي بأنه أنا أول شغلة أنه الإذن الاستئذان ما عاد ضروري، لانه انت ما بتعودي بتفكري بالاستئذان لانك انت طايله كل شيء بنظرك، طايله كل شيء بسمعك، فبينتغي جواتك انك انت لازم تستأذني. ولكن هذا خطا كثير كبير. انا حتى زميلي اللي جنبي هو عنده مهام معينه عم بيقضيها، فحتى لو بدي احاكيه لازم استأذنه، عندك وقت قاطعك، ممكن قاطعك، وهلو مجرى. هي احد الاداب. اللي الشغله الثانيه اللي هي انت حضرتك حكيتيها، لما بيحكي الشخص مثلا على تليفون عم يستخدم تليفونه، طب ما هو عم بيحكي بصوته وانا وجنبه، فانا عم بسمع صوته، خفض الصوت ما امكن، واذا كان الحديث طويل لا بيطلع برا، يخلص حديثه وبيجي. ثاني شيء، احيانا الناس بيخطر لها انها تسمع موسيقى وهي عم تشتغل او تاكل. الموسيقى بتنحل بانك تحطي سماعات بدانيكي، ولكن في ناس بتحب الموسيقى بصوت عالي جدا، هي حطت السماعات اوريدي بس انا ضليتني عم بسمع الصوت. نحن بنستخدم السماعات لنحجب الصوت، فبليز يا زميلي اللي انت جنبي عير الصوت بحيث انه بس يكفيك لك، ما يكفيك لك وللي حواليك. نجي للاكل. الاكل هاي شغله، طبعا صوت الطعام هذا مزعج جدا، ورائحه الطعام، ريحه الطعام، يعني ريحه الطعام مو بتاذي واحد، بتاذي المجموعه كلياتها. فبنقول لهم تجنب اكل الاطعمه ذات الرائحه. يعني انا اوريدي مثلا هلا في ناس بتكون في عندها دواء معين بدها تاخده بساعه معينه، بتضطر تجيب معها من البيت لانش بوكس تحط فيه غذاء معين والدواء وغيره، هذا حقه، هذا راحته الشخصيه. صح. ولكن بجيب طعام لا يطلع ريحه، لا يعفو منك لا يطلع وسخ. يعني انا مو بطلع ريحه بس وبنثر ورق او حوالي او وسخ حوالي. اذا طعام من نوع معين او يروح ياكل في نظيف اماكن مخصصه او منظف من البيت، يعني بس مجرد هو ياكله. الاكل بدون صوت، يحاول الواحد يقلل من الاصوات ما امكن، ويحاول ينظف مكتبه. يعني انا صح قاعده قدام مكتبي، ولكن عين رفيقي او عين زميلي علي، فعم بتاذى من الوسخ اللي انا طلع على مكتبي، فلازم كمان اعتني بنظافه المكتب. بالفعل، واكيد في امور واعتبارات كثيره ما يعني يمدينا انه احنا نذكرها ونوجزها في هذا الوقت، والحديث جدا جميل وممتع دائما انه احنا نبتدي صباحنا في هذه المواضيع الجميله والراقيه. كلمه اخيره استاذه دلال حبه تذكريها في اهميه طبعا معرفتنا وتعلمنا هذا الاتيكيت. انا بنصح الكل، الاتيكيت هو كلمه ممكن تكون غريبه على ثقافتنا، ولكن مضمون هذه الكلمة هو مضمون الأخلاق الكريمة. إن الإتيكيت يتماشى خط بخط مع مكارم الأخلاق، مع الأصالة، مع العادات الجيدة، مع الإيجابية. لذلك الإتيكيت هو عادة وقواعد أصول تعامل مع الآخرين بالشكل اللائق الذي يليق بنا قبل أن يليق بغيرنا. فنحن بتعلم الإتيكيت نتعلم كيف نرسم صورة رائعة. صحيح.
جميلة عن أنفسنا. عن أنفسنا ونشعر بالرضا ونشعر بالسعادة. وعلى سيرة السعادة إن شاء الله راح نستضيفك في حلقة المقبلة نتكلم عن فن التعامل مع الآخرين لتحقيق السعادة طبعاً على ضمن الإتيكيت. أستاذة دلال الشيخ طه مستشارة تربوية ومدربة دولية معتمدة في التنمية البشرية، شكراً جزيلاً، يعطيكي ألف عافية، إن شاء الله نشوفك على خير المرة الجاية. شكراً لك يا خلود. مشاهدينا، تم الكشف رسميا عن الفائزين بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في نسختها العاشرة، وذلك ضمن الحفلة الذي أقيم في دبي بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات. وللمزيد من التفاصيل بالطبع راح نشوف هذا التقرير مع بعض. طبعا احنا مجتمعين اليوم للاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وبيتم تكريم مؤسسات من 13 دولة عربية اللي مشاركين في الفئات المختلفة للجائزة. الهدف من تأسيس الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية كان لها شوطين. اولا ابراز النماذج المتميزة، القصص الناجحة من العالم العربي للساحة العالمية. والنقطة الثانية اللي بغينا فعلا نوضحها من خلال الجائزة أن منصة الجائزة تساعد المؤسسات على فهم أن مواضيع الاستدامة ومواضيع المسؤولية الاجتماعية هي فعلا ممكن استعمالها بطريقة فاعلة كأداة للقيمة المضافة للمؤسسة بالنسبة لاستراتيجيتها للاستدامة. شرفنا هذه المشاركة طبعا في جائزة المسؤولية العربية الاجتماعية، طبعا نحن كنا مشاركين فيها في أكثر من 3 سنين على التوالي. السنة اللي فاتت طبعا تشرفنا بالفوز بالمركز الأول في مجال مسؤولية العرب في مجال المسؤولية الاجتماعية، وهذه طبعا ثالث سنة نفوز بجائزة طبعا في مجال أيضا المسؤولية الاجتماعية. اليوم هيئة كهرباء ومياه دبي كمؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي تحرص كل الحرص أن تكون الاستدامة جزء أساسي من استراتيجيتها. نحن اليوم أهدافنا الاستراتيجية مرتبطة بالاستدامة، ويوم نتكلم عن الاستدامة نتكلم عن الاستدامة الاقتصادية، الاستدامة البيئية، والاستدامة المجتمعية. في كافة المشاريع اللي اليوم تتبناها الهيئة وفي كافة المبادرات نحرص على أن يكون هناك مردود مجتمعي ومردود اقتصادي يعود بالفائدة على مدينة على إمارة دبي وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا السنة عام الخير كان عام مميز، مش بس بالنسبة للربح بس بالنسبة للأكتيفيتي اللي عملناه. طبعا كنا تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي وممثل الحاكم في منطقة الضفرة، وقيادة تحت قيادة طبعا سعادة علي بن حمد الظهري رئيس جامعة أبوظبي. طبعا المشاركة بحد ذاتها هي ربح. النشاطات اللي عملناها كانت متنوعة، من خلال تعاون مع الهلال الأحمر، من خلال تقديم مساعدات للأيتام والفقراء، من خلال تقديم حتى برامج تدريبية للعام. ألف مبروك لكل الفائزين بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية، كل التوفيق لهم مستقبلا يا رب. أما الآن مشاهدينا خلونا نطلع لفاصل قصير وبعدها راجعين. حياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا الآن إلى فقرة 5 بـ10. والفيديو الأول في فقرة 5 بـ10 لليوم مشاهدينا، وهو لياباني يوظف قرود
كنوادل في مطعمه. قرر ياباني أن يوظف مجموعة من القروض كنوادل للعمل في مطعمه بهدف جذب انتباه الزوار من حول العالم، الأمر الذي سبب دهشة عارمة لجميع الجالسين في المطعم بمدينة أوتسونوميا اليابانية برؤية مجموعة من القروض تعمل على خدمتهم. كما قام هؤلاء القرود النوادل بإضفاء جو من المرح والكوميديا على المكان. طبعا أكيد هذا المكان ما راح يزوره أو يتوافد عليه إلا محبي الحيوانات خاصة القرود، ولكن فكرة جدا جميلة فعلا، متحمس الناس أنهم يجوا يشوفوا المطعم حتى لو ما طلبوا الوجبات أو أكلوا في هذا المطعم. والفيديو الذي يلي مشاهدينا وهو لعروسان يحتفلان بزفافهما داخل حافلة نقل عام في تركيا. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروسان وهم يحتفلان بحفل زفافهما داخل حافلة نقل عام في تركيا، وقامت الحافلة بتوصيلهما إلى القاعة المخصصة للاحتفال بزفافهما مزينة بالورود والبالونات. دائما نشوف مقاطع غريبة ونادرة لطرق مختلفة للاحتفال وإظهار يعني مظاهر الاحتفال والزفاف في بلدان مختلفة، واليوم احنا بنشوف هذا المقطع الغريب والجميل واللي بيشعرنا اكيد في الاخير بالسعادة. والى عالم السيارات، سيارة اطفاء تتزين على شكل مهرج في كاليفورنيا. تزينت سيارات الإطفاء في مدينة ملاهي ديزني لاند الواقعة في مدينة أنهايم بولاية كاليفورنيا على شكل المهرج بطريقة تخطف الأنظار، وذلك استعدادا لعيد الهالوين أو عيد الهلع كما يطلق عليه، والذي يوافق بالطبع ليلة 31 من شهر أكتوبر القادم. هذا العيد او هذا الاحتفال يعتبر من الاحتفالات التي ينتظرها الكثير من الاشخاص في الولايات المتحده الامريكيه والعديد من الدول الاوروبيه. طبعا بنشوف فيها العديد من المظاهر والاشكال او الازياء، خلينا نقول التنكريه الغريبه. فيعني في البدايه الناس كانوا يتنكروا ويلبسوا يرتدوا ملابس مختلفه، الان صاروا يزينوا سياراتهم باشكال غريبه ومختلفه. الفيديو الذي يليه مشاهدينا وهو بعنوان زان تي في، قناة تلفزيونية للنساء فقط. أطلقت أفغانستان أول قناة تلفزيونية جديدة خاصة بالنساء. القناة تعتمد بالكامل على الطاقم النسائي من مذيعات ومنتجات، وذلك لتكون أول قناة من نوعها في بلد يخضع الإعلام فيه للسلطة الذكورية، كما تسلط البرامج الاهتمام بالمرأة وقضاياها واهتماماتها من أجل توعية المجتمع بأهمية النهوض بالمرأة في دولة تعاني فيه النساء من التهميش والإقصاء. وقد تم أيضا التحضير للقناة بعد حملة تسويقية كبيرة على لافتات إعلانية في العاصمة كابول وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. جدا جميل. الشرطة الأمريكية تطارد عمدة على آلة جز العشب. وقعت في ولاية كارولينا الجنوبية مطاردة بعض عناصر الشرطة المحلية لرجل يقود آلة جز العشب في طريق سريع، وبعد توقيفه دهش رجال الشرطة بأن المخالف هو عمدة مدينة جون غاردنر بشحمه ولحمه. المهم أنه تم توقيفه والتعرف عليه. مقاطع جدا جميلة مختلفة من أكثر من بلد شاركناها معكم مشاهدينا في فقرة 5 بـ10. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا بها، وغدا أكيد لدينا العديد من المقاطع الجديدة. أما الآن وصلنا إلى فقرة راح نتعرف فيها على طبخة ووصفة جديدة، وإلى فقرة المطبخ. We'll be right back.
واكيد بالطبع راح يعزمني الشيف وديع اليوم عنده في المطبخ، واصبح عليك مره ثانيه يا شيف وديع، يسعد صباحك. صباح النور والسرور والبخور اليوم، لازم نبخرك اليوم ما شاء الله عليك، يعني جمال وثقافه وعلم ما شاء الله. الله يسعدك شيف وديع. اليوم احنا تكلمنا عن الالوان وما انتبهت فعلا انه عندك اللون الاحمر موجود. نعم نعم الرومي. طبعا سبحان الله، يعني الله جميل ويحب الجمال. يحب الجمال ونعم. نعم. بالله بالفعل بالزبط. يلا خلينا نبلش. عندنا اليوم طبق فينا نعملها هيدي هالدجاج مع بطاطا وجزر وكوسة، يعني فينا نعمله صينية بالفرن وفينا نطبخون وعلى جنبه الرز. طيب انت اختاري كل يوم تسالني السؤال المحير هذا، مو مهم. انا بحب يعني ذوقك حلو، بحب امشي على ذوقك. ايش الفرق اصلا بس قبل ما ننتقل؟ نعم. هناك ايش الفرق اذا حطيناه طبخناه وحطيناه بالفرن؟ يعني هوني بيكون فيها شوي مرق زياده، هنيك بتكون ناشفه، يعني فيها شويه مرق، بس يعني بالفرن بتعرفي انت بطاطا مع دجاج بالفرن والله. بس اليوم عاملينها هيك حلو كثير، على اساس عملنا رز معها. هنا عندنا طبق الكبه، كبه السمك. سامعة فيها أنت كبة السمك؟ لا أول مرة، واليوم فعلا لما ذكرت استغربت طول ما سمعت. كبة السمك طبعا بتنحشى روبيان وفيليه بطريقة حلوة كتير بتنعمل. غير كبة اللحمة، غير كبة الدجاج. في كبة الدجاج مرة واحدة بدنا نسويها، كبة الدجاج كتير لذيذة، بس يعني شوي كبة السمك بتنعمل طبعا من قشر الليمون، شوية قشر الليمون وقشر البرتقال، يعني حلو. مثل هوني طحناها، وأنا صراحة مثل أعزائنا المشاهدين بنقول لهم هذا البرغل بيكون برغل ناعم أبيض أو أسمر أي لون. طبعا بننقعه بالمي، نغسله مرتين، نشيل مثلا الشوائب منه، مزبوط مغسول مزبوط، وينترك بالمي لمدة ربع ساعة مشان تتشرب السميد، بيكون ناشف بصير لين. وتاني شيء بنرجع بنجيب نحن هوني الفيليه هيك مثل هودي. طبعا اول شيء بنحطهم بالمكنه، بدنا نحط قشر الليمون وقشر البرتقال ليصير معنا هيك. هذا قشر الليمون والبرتقال مخلوطين مع بعض. شمي شو 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 بس مع البهارات، شويه كمون، شويه بهار حلو. شفتي شو بتعطيها السمك؟ لازم وكزبره، حتعطيها شويه حموضه. فيها شويه حموضه. هي القشر بس. طبعا هيدي بتكون معنا بهالشكل نحن منشان نوفر علينا مثلا نعم، وبدها تاخذ 10 دقائق بالمكنه. وصرتوا عارفين اعزائنا المشاهدين انه مثلا اول شيء بنحط بصله بصلتين، بنحط معهم طبعا كزبره خضراء وكم ورقتين نعنع، وبعدين ملح وشويه زعفران وشويه بهار اسود وبهار حلو، بنضربهم على المكنه مزبوط تينعم. من بعدين بنضيف عليهم السمك الفيليه، بنخفقهم كمان، وبعدين بنرجع نضيف عليهم البرغل وبنتركهم 10 دقائق لحتى يصيروا ناعمين زيها. يعني كل هذا الخليط اعطانا هذه النتيجه الموجوده في الصينيه. برافو عليك. واللون صار اخضر من الكزبره من الكزبره وشويه نعنع، لانه لازم يكون في كزبره، ما بتاخذ الكزبره الخضراء الا السمك. تمام. لانه هداك بس بنحط معها طبعا نعنع بس وبصل، اما هودي بنحط معها قشر ليمون، بنحط معها قشر برتقال، بنحط معها زعفران، بصل، نعنع، يعني الاشياء المطيبات. هلا بتشوفي شو طيبه، وبنحشيها كمان. هلا بدنا نولع النار مزبوط، وبعدين اوكي حنبدا اول شيء نحضر الطبق الاول اللي هو ليخنت الدجاج، والمقادير موجوده على الشاشه مشاهدينا. حيكون معانا فروج مقطع 1 كيلو، بصل كوب وثوم ملعقه طعام، كزبره مفرومه نصف كوب، وبطاطا مقطعه مقدار كوب واحد، جزر قطع ايضا كوب، معجون طماطم ملعقتين طعام، وملح ملعقه صغيره، فلفل اسود رشه، وجوزة الطيب رشه، وبهار حلو نصف ملعقه صغيره، وبالاضافه الى الكوسه مقطعه مقدار كوب. حلو،
هلا نحن بنحط فينا نحط زيت زيتون فينا نحط زيت نباتي. يعني نحن هلا بدنا نحط نحن زيت نباتي، بعدين بدنا نحط طبعا ملعقة ثوم تقريبا ملعقة، وبدنا نحط كمان بس شوية هيك تحمى مزبوط منشان لحتى تاخد الطعم شوية. بعدين بدنا نرجع هوني. أنا اليوم بهالطبق الدجاج حبيت أحط فيه شوية فليفة ملونة، يعني سبحان الله هيدي لمسي، لا يعني إضافة، هذه من عندك. إيه هي من عندي لأنه مش نازلة بالمقادير. أوكي. معناها مو من المقادير الأساسية اللي حابب يزود، يعني على الإنسان على ذوقه. بحب الإنسان يعملها هيك. بدك نحط بنحط، ما بدك يعني هيك، عرفتي كيف؟ إضافة بس. إضافة. نشوف إضافة. بعدين إيش حيصير. شو رأيك أنت إذا بتحبي منحطهم، ما بتحبي ما منحطهم، بس يعني هي إضافة غير شكل، تطلع غير شكل يعني. يعني طبخة مميزة. هلأ حطينا نسبة زيت، حطينا شوية ثوم، بدنا شوية مع بعضهم، بعدين بدنا نضيف عليهم البصل مشان يتقلبوا. على طول حنحط البصل؟ نعم، من ياخذوا بعضهم كلهم سوا. إيه بعدين بدي أنا مثل ما شايفي بدي ولع هوني لأعمل الحشوي بسرعة. يلا. إيه نعم. كيف أنا أقدر أساعدك اليوم؟ اليوم هلا بدك تساعديني يا خلود، هلا بنشوف. واللي حابب اليوم أنت تسيطر على الوضع. وهيدي الثانية، هلا ولعنا اثنين، يعني مثل ما أعطينا شوية شرح، بأول شيء بدنا نعمل الحشوي الروبيان والفيليه في عنا هون، وبدنا نطبخ الطبخة كمان مع نفس الشيء. هلا نحن هون ولعنا طبعا تحت الطنجره، هيدي تبع الحشوي تبع كبه السمك. نعم. الحشوه لسه ما حضرتها؟ لا الحشوه ما حضرتها، بس هيدي حضرتها لانه المكنه بتاخذ وقت 10 دقائق خفق، يعني ما اش نسمع ولا صوت ولا شيء يعني. لهالسبب ومرت الماضي عملناها اذا متذكرة كبه باللحمه. حطينا اللحمه او نشوي مع البصل مع النعناع، خفقناها مزبوط، وبعدين سقطنا اللحمه عليها المفرومه، وبعدين نزلنا الكبه وخفقناها ومديناها صينيه. بس اليوم صينيه كبه السمك محشيه، مش لحمه، محشيه روبيان وسمك فيلي. حلو. هذيك المره ما كان لحمه اظن، كان دجاج لما عملنا كبه كبه الدجاج على السيخ. ايه الدجاج على السيخ. ايه لا هيدي الكبه اللي عملناها كبه باللحمه. عملنا بس كبه لحمه، وهلا كبه السمك بالصينية. بعدين بدنا نرجع بالصينيه. صح. برافو عليكي. هلا نحن بدنا نحطنا شويه زيت هوني، تقريبا ربع كوب زيت. زيت نباتي كمان؟ نعم زيت نباتي. بدنا نحط شوية ثوم تقريبا نكفة صغيرة يعني ملعقة، وبعدين نرجع نحط عليهم البصل. وساعتها هوني هلا يا ويلي على الروائح بدأت أضيع يعني. لا 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 لا, لا شيء حلو اليوم كثير. ما فطرت كويس صراحة، فطرت على السريع وقررت إني أطلع بالبيت بسرعة. بس اليوم بدك تتغدي غدا مرتب. لا حاكل إن شاء الله. نعم اليوم. نعم. كيف لقيت امبارح الروبيان بال روبيان بروفنسال؟ والله جدا لذيذ صراحة. مع كنت عامل كمان مع الرز الأبيض. إيه؟ بالبازيليا. الرز بالبازيليا كثير لذيذ كان. بعدين مثل ما شايفه السلطه اللي عملتيها انت، سلطه طبعا من كل نوع لحاله، شيء روعه، شيء فاخر على الاخر يعني. مثل ما شايفين اعزائنا المشاهدين، نحن في سياق الحلقه عم نقول لكم كيف بخطوات باي ستيب باي ستيب ستيب باي ستيب. حلو 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 كثير. هلا نحن هون دائما بس تدبل البصله والثوم بالزيت مشان تعطينا هالنكهه. بدي انا اضيف لهم عليها عودين قرفه وورقتين قعد، لازم هيدي لانه ما فيها قرفه بودره بس. أوكي. عليها وبدي احط عليهم شويه عودين قرفه وورقتين غار. ورقتين غار هيدي البهار هذا. نعم هذا البهار، ملعقة كمون وجوزة الطيب ومسمار مطحون وشويه بهار حلو يعني هودي. اي نعم يعني كثير بتطلع هيدي، خاصه هالبهارات اللي بحطوها، عرفت كيف؟ جوز الطيب
ومسمار وكمون. اقول لك حاجه شيف وديع ما قاطعت. نعم. يعني انت من محبي البهارات صح؟ مش ما تستغني عنها. لانه طبعا ليك شو بقول لك الاكل اذا مش مبهره مش طيبه. ايه اكيد طبعا لازم بهار، بس يعني البهار ما شاء الله عالم واسع وانواع البهارات جدا كثيره. وبعدين بقولوا لك كمان خلود يعني البهارات يعني فيها اكسده منشان لحتى يعني مضاد للامراض يعني. مثلا اذا بتشوفي هلا الهدود كثير بياخذوا شو اسمه بياكلوا بهارات وكذا، بتلاقيهم اكلهم مليان بهارات ما شاء الله، ما شاء الله يعني. نعم. هلا حطينا نحن البهارات، ليكي هالريحه الطيبه وعم تطلع. هلا بدي احط انا اضيف عليهم المعجون الطماطو. هيدي معجون الطماطو. ليش هلا بحط معجون الطماطو عليهم؟ منشان لحتى كأنها تكون المعجون الطماطو بتحطيها مع القلية بتكون مثل كأنك هلأ عملتيها. يعني هلأ عاملة المعجون فريش. ايه بتكون فريش. برافو عليك. هلأ نحن عم نقلب بهالطبق اللذيذ ما شايفين. بدي حط شوية طماطو عليه، طماطو فريش، وبدي كمان حط عليهم كزبرة خضراء. البطاطس والجزر والكوسه مو مسلوقين ولا اخر شيء. طبعا بدنا نغسل الجزر، نقشره، نقشر البطاطا، نقشر الجزر وبنقطعه حسب بدك تقطعيه مدور بتقطعيه، بدك تقطعيه هيك بهالشكل شكل طولي يعني طويله شويه ما فيش مشكله. اهم شيء انا سكرت النار سوري. محل الشيء لانه بس دغري يتاتش هون بيطفي مش مهم عادي. هلا وهذا ايش حسوي ايش حتعمل فيها؟ خلاص استوى عندي. هلا يعني هون بدي اضيف عليه الروبيان. هلا هذا هلا وحده وهي اثنين يعني هذا حسيت كثير بس جئني يلطش فيه في حدا هيك بيطفي. هلا هون بدي اضيف عليهم انا الدجاج. دجاج مثل ما شايفين هلا بدي اضيف عليه الدجاج. دجاج بعظم طبعا، الدجاج مغسول ومرتين وشي روعه. ممكن نغسله مثل ما ذكرت قبل شيف وديع بالدقيق او بالمويه والليمون. نعم. والخل. والملح كمان. نعم. بنغسله مشان حتى مرتين وبنشطفه، وطبعا اول بنغسله قبل ما نقطعه وبعدين نمين بنرجع نقطعه هيك بهالشكل مشان تاخذ بعضه. بدي انا احط شويه ملح، بس ملح لانه ما بدي احط بهار لانه بهاراتها كافيه. وهذا البهار فيه فلفل. نعم مزبوط. هلا بدنا نقلبهم شويه مشان تتمازج طبعا الطعمه مع ال. هلا هوني تمام. هلا بدي احط انا هون شوية كزبرة خضراء، كزبرة خضراء معاهم منشان لحتى تذكرني بخطوات تحضير الكبسة ولا؟ الكبسة نعم يعني قريبة لهيدي 100%. بعدين بنضيف عليها المية وبعدين بنرجع طبعا بنحط الرز. صارت كبسة. شي نهار بدنا نعمل كبسة لحمة قلتي لي عليها وبدي ان شاء الله مو قادره انتظر متى نخلص ونطلع فاصل واسرق لي كذا لقمتين. اي والله هلا بدي انا حط لازم حط الميه هلا عليا المي. طبعا المويه مغليه. المي مغليه وهلا بدي انا اتركها منشان اغطيها واتركها تستوي يعني بس تغلي غلوه مضبوطه تاخذ الطعمه مضبوطه. ساعتها انا بضيف لها خلاص. نعم تسلم ايديكي حلوتي. هذا هلا تمام. هلا فيني انا بدي لحتى اسرع شويه بدي احط هيدي هون خليها تغلي على مهلها. وهوني هلا بدي انا النار شوي قويه، نار قويه لحتى اعمل هلا طبعا هالحشوه. قلتي لي بدك شيء من هون؟
شو رأيي؟ نقرر بعدين. نقرر بعدين. خليها على جنب. منقرر بعدين. إذا حابة منحط له، مش حابة خلاص مش مهم. يعني شيء كل شيء بيقولوا لك الطبخ فن وذوق، ويعني وحسب شطارة ست البيت، حسب شطارة يعني حابة تحط يا ستي بازيلا مع هالطبخة، عرفتي كيف؟ مو دائما لازم نتقيد احنا بالطبخة على ايه الطبخة مضبوطة، بس نحن هي منزلينها نحن الريسيتا مضبوط 100%. بس هي دي لما لمسة يعني مثل ما بحب الواحد، بتحبي انت مثلا شوية فلفل ملونة معها بنحط الله يعني، بس ما بتأثر على الطعم. الحين السؤال المهم شيخ، نعم، حنحطها في الصينية وحنحطها في الفرن ولا حنطبخها على النار؟ لا. طيب إذا حنحطها بالفرن ما ينفع نضيف عليها جبن؟ ها؟ جبن موزاريلا مثلا للدجاج؟ لا لل للدجاج سوري انا بلخبط. لا ما هلا بدي احط انا عليها الدجاج. هو هل رح ينحط بالفرن صح؟ لا هلا بدنا نطبخه طبخ. الدجاج لازم نطبخه طبخ. نحن هيدي هلا الكبه هي الكبه بندهنها زبده وبنرجع نمدها. هلا نحن بس هيدي ما اشبلنا اياها البرغل، قلنا لكم كيف بدنا نعملها. تمام، بس خلينا نذكر المشاهدين بعد ما حطيت البصل والثوم حطيت اللي هو قشر الليمون وقشر البرتقال. بما انه بدانا نحضر الطبقه الثانيه لكبه السمك، خلينا نشوف المقادير على الشاشه مشاهدينا. حيكون عندنا فيليه سمك نصف كيلو، برغل ناعم نصف كيلو، كزبره خضراء ملعقه طعام، وليمون او برتقال مبروش وليمون ايضا مبروش، وكمون بودره ملعقه صغيره، وملح ملعقه صغيره، كريمه ايضا ملعقه صغيره، وفلفل اسود رشه، بصل مقطع نصف كوب، وزعفران رشه، وحشوه كبه السمك راح تكون عباره عن روبيان كوب وفيليه مفروم، فيليه سمك مفروم. ايضا حيكون معنا كزبره مفرومه، وهذا بالنسبه للحشوه، كزبره مفرومه وكمون، ايضا بودره ملعقه صغيره، وثوم مفروم ملعقه طعام، وكركم ملعقه صغيره. وهذه هي الحشوه اللي قاعد يحضرها الان مع يحضرها الشيف وديع. حلو. هلا قلت لك انا حطينا شويه برش ليمون وبرش برتقال معها. هلا بدي احط لها انا الكزبره معها، كزبره خضراء. هي دائما الطبق لازمه كزبره ولا اي شيء غير الكزبره، مشان نحن حطينا هلا كل المكونات. وهلا انا بدي مد الكبه. الكبه هلا طبعا هون بدي احط انا شويه كركم، وبدي احط عليهم شويه زعفران. هيدي الزعفران هون، هلا بدي احط عليهم شويه زعفران. ليش؟ تعطيهم نكهه كثير لذيذه. شفتي كيف بلشت تغلي؟ حلو كتير. هلا هوني حطينا الفتمنه، حطينا شوفي هلا كيف بتطلع الحشوه. هلا حبيت الالوان. بالفعل روعه. هلا بدي احط لها انا شويه كمون صغيره، شويه هي شويه كمون. ليش بدا كمون؟ هو هالاكل مثل ما شايفي انت. طبعا اليوم انا مبسوطه طبعا، انا جيعانه ومو مركزه يعني، مخلينا نستمتع كده بالراحه. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا خلود. طبعا انت بنفسك تساليني سؤال. شو السؤال بدك تساليني اياه؟ ها بنفسك تساليني سؤال. انا بس كان عندي فضول اذا انت راح تضيف جبنه، بس تلخبط ما بين الاطباق وما بين الروائح. والله من جد يعني على كثير. شفتي لازم نبغى نخلص بسرعه. يلا مزبوط. خلينا ندوق. لازم تكون طريه. ليكي كيف طريه الكبه، كبه السمك هذه اللي خلطناها على الخلاط. نعم خلطناها على الخلاط. هيدي كبه السمك فينا نعملها. اقلب هذه انا عشان لا تنحرق. ايوه ايه فينا نعملها نحن خلود. فينا نعملها نحن هي الكبه، كبه مشويه بالسمك. يا سلام كبه مشويه فينا نعملها.
مثل ما قلت لك يعني فينا نعمل اقراص مقرصه اكثر من طريقه يعني اكثر من طريقه هيدي الكبه فينا نعملها اكثر من طريقه فينا نعملها اقراص فينا نعملها مشوي هيك ملطحه مثل تبع الشوي كثير يعني عده انواع في تنعمل بس اهم شيء الطعمه لازم طعم واحد في الاخير نعم حتى لو غيرنا الطعمه لازم تكون كثير طيبه وبعدين تقطيعتها غير هلا بهالطريقه هيك صراحه انا متحمسه اذوق هذا الطبق اكثر من هذا يعني كل يوم عم بتشوفي اشياء حلوه ها ها خلود كل يوم عم تشوفي اشياء حلوه كل يوم عم نشوف شيء فاخر على الاخر الله يخليكي يا ربي الله يخليكي الله يسعدك امين يا رب امين مثل ما شيف وديع معي مو مفروض نخفف النار هنا ولا لا هذا خلص هلا نعم المرق او المويه فيه نشفت ايوه هيها بدنا اياها هلا هون انا بدي احطها هون وبدي اشيل هيدي اللي هون خلي مشان لحتى اطفي هيدي هون بدي اطفيها انزل بالمره مش عايزها انا خلص هلا هيدي بدي اياها هون عم تغلي بس حركها شويه اوه شي روعه هلا بس بدا شوي بعد لانه الكوسه والجزر والبطاطا بدوا سبع دقائق بالضبط هلا انا بدي احط هون طبعا الكبه بحط الحشوه هيدي الحشوه سلام ايه هيدي الحش انت بدك تدوقيها والله ابغى ادوق ما عندي ماي والله حسيت في مجال اذا حسيت عليك انه بدك تدوقيها اعطيني خليني ادوق نعم تفضلي بس مو كثير كذا ممكن تخففها شوي لا اوه حاجه إيه. لا مش كثير يعني نذوقها قبل ونذوقها مع ال ايه حلو ايه بس لازم الكبة. لازم تذوقيها هيدي روبيان وفيلي ريحه قشر الليمون وقشر البرتقال جدا صحيح هيك بهالطريقه اللي عملناها فيني مثلا اذا فضل مثلا شويه بقدر انا جدا لذيذ بقدر بعملهم مثلا مثل الشوي يعني قرص للشوي بقدر بعملهم راس لل يعني مثل ما بنعمل الكبه المقليه يا الله شيف وديع امانه يا جماعه لنفوتكم طعمها جدا لذيذ صحه وعوافي والله صحه وعوافي يا رب يلا هذه تصبيره لما يستوي الاكل صح صح يعني شفتي كيف هيك هلا بدي انا اعمل لها الطبقه الثانيه وبدي اقطعها تقطيعه غير تقطيعه الكبه هلا كيف يعني تقطيعه غير تقطيعه الكبه وبعدين زينها تزيينه حلوه كمان هلا بتشوفي هذا الطبق شيف من عندك يعني من هي بصراحه يعني تأليفك انت ولا هو موجود هي يعني انا بصراحه عملها قبل بمره جربها وطالعه معي شيء مرتب وهن في عندك ناس بيعملوها يعني بس يعني انا يعني اوقات من راسي بعمل اشياء وحتى يعني ما شاء الله من كثر ما طبخت اطباق من اكثر من بلد من اكثر من مطبخ خلاص صار عندك خبره صرت يعني تشوف اطباق وتخترع اطباق بالضبط وانا كذا اعمل على فكره يعني بس على الخفيف انا بعمل نفس الشيء بس على الخفيف يعني وصلنا للمرحله ما هي ست البيت بتقعد تتفنن شو بدها تعمل شو كيف مثلا هالأكلة اذا عملناها هيك بتطلع طيبة يعني وبعدين بتشوفي انت بقول لك ايد التاجر ميزان يعني وقت بتيجي بتعملي انت هلا الكبة لحم وسمك وبرغل وكذا بيطلعوا على القد يعني شيء بسيط بيفضل او ما بيفضل حسب مثل ما بتشوفي ايه يعني مش انه مثلا كثير بنعمل يعني على القد يعني انه مش هيك بهالشكل انا بدي اولع الفرن يعني هو مولع بس طفيته انا شويه مشان تنزل الحراره هلا بدي انا
ها اقلب لك ها اقلب ال هلا بدي منك انا نشيل هودي هيك ونحطهم على هيك. يلا خلاص خلينا ناخذها. هلا قربوا شوي لهون. اوكي بس ايه عامهلك يعني بدنا نغلبك والله والله بدنا نغلبك يا استاذي خلود. ولو شف ودي. والله بصراحة يعني كتير سعيد أنا بس تكوني عم تساعدينا هون بالمطبخ يعني بالفعل. أشكرك على كل شيء. هلا وإحنا بنشكرك على هذه الفقرة الجميلة ونشكرك على الأطباق المختلفة اللي بتعلمنا عليها. الله يخليك. هلا فيني انا مثلا هذه المويه بس مويه صح؟ لا لا ما بدنا اياها هيدي بس حطيناها مشان البطاطا ما تصير سودة. ايه بس بسألك هي مويه ما عليها اضافه ولا اي حاجه هيك. هلا بعدين لازم نحط لها نكفي بالنص بعدين هذه هشيلها هيك. هيدي الكبة دائما كبة السمك لازم تكون هيك بهالطريقة تنعمل بهالطريقة لأنه مشان تنعرف إنه هيدي كبة سمك بيعملوها بالشوكة هيك. يعني إيه؟ هذا هو الشكل اللي إيه؟ بتعرف نعم. عليه. وبعدين بنرجع لازم نحن مثلا بالسكينة هون مشان بس نجي لحتى نقلبها تطلع معانا. إيه نعم ما تكون ملزقة بال اوريدي حاطط زبدة. ايه نعم ممكن نحط زيت زيتون. ايه فينا نحط زيت زيتون وفينا نقطعها هيك اسهل علينا تقطيعها. فيك تقطعيها هلا وفيك تقطعيها بعدين هيك بتشرب اذا بنحط لها هلا شويه زيت بتشرب الله ايه صار زيت ايه نعم هيك كثير. ايش السر من الحركه هذه اللي في النص؟ ايه هيدي ايه عفاكي برافو عليكي هيدي هوني مشان لحتى بس بدنا نحط شويه زيت عليها مشان تنزل الزيت شوي لتحت. اوكي هيك هذا الزيت وهلا شوفي كيف بدنا نبرمها هيك شوفي هلا هال الكبه جدا جميل. هلا بدي احطها بالفرن لمده على درجه حراره 200 و 200 يعني بس. تطلع على 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 حالها على هون مستويه على القد. نعم هلا بدي اشيل انا هذا من دربي. اوكي وشوف شو اسمه شو هالطبق اللي عندك اللذيذ. حطينا خلاص الخضار الجزر البطاطس والكوسه. نعم طبعا زي ما قلت هي بس دقائق قليله وتستوي بسرعه. ايه يعني بدا على القليله بعد 7 دقائق. حلو والبرتقال اللي هناك ايش حتسوي فيها ولا بس كذا البرتقال؟ البرتقال هيدي بس قلنا لهم انه كيف بتكون حامض وبنشيل القشره بس القشره وبنضربها بس مش كثير نغمق عليها شوي القشره بالخلاط يعني ايه بحطه بالخلاط مع الكزبره وشويه نعنع وبصل والبهارات تبعولها القشره بس. حلو يعني خلصنا احنا تقريبا خلصنا كل شيء بس باقي هذا يستوي ما شاء الله والرز فيه رز صح؟ ها؟ والرز جاهز؟ ايه رز سلقناه قبل بوقت. وحنرجع بعدين نشوف طبعا كبه السمك بالضبط والربيان. استمتعنا كثير معك شيف ودي. الله يخليك الف عافيه وتسلم يدك. حنشوف الشكل النهائي كالعاده قبل نهايه الحلقه. خلونا نطلع لهذا الفاصل القصير وراجعين. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. أما الآن رح ننتقل إلى موضوع آخر نتكلم فيه عن السعادة ومجالس السعادة. حينما تكون هذه السعادة مشاهدينا رسالة علينا أن نرعيها وننشرها بيننا حيث حصل هذا المسمى والملقب بالسعادة على الكثير من اهتمام الشباب وتحولت إلى حوار رسمي ومحاضرات تقليدية في مجالس يملأها الود والحب. رح نتعرف أكثر مشاهدينا مشاهدينا عن تفاصيل مجلس السعادة والذي أقيم بمركز شباب عجمان من خلال التقرير التالي. حق
الحقيقة نحن سعداء جدا بتواجد الشيخ عبد الله بن مايد النعيمي وسعادة سالم النار عضو المجلس الوطني. وأيضا أنا حقيقة يمكن كلمة شكرا قليلة في حق شبكة رؤية الإمارات الإعلامية، أصحاب هذه الفكرة الجميلة وأصحاب مجلس السعادة. يمكن مثل ما تلاحظين دولة الإمارات الآن تعيش في أجواء السعادة والمطالبة بمجالس السعادة، الشباب بحاجة لهذه المجالس. يمكن مجلس السعادة هو إخراج الشباب من طور المحاضرات والورش والمختبرات في 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 طور الجلوس الودي مع أصحاب الخبرة مع أصحاب المناصب ونقل الخبرات المتراكمة عند هؤلاء الأشخاص للشباب، واللي في الحقيقة راح تصب في الصالح العام وتفيد الشباب وتفيد المجتمع الإماراتي. نحن في مركز شباب عجمان سعداء مثل ما قلت لك بالمبادرات هذه المجتمعية، ويمكن سعادتنا تكمن في الحضور الكبير اللي شفناه اليوم من قبل الشباب والشابات، وأيضا المبادرات الجميلة اللي يقدمونها لنا إخواننا في رؤية الإمارات الإعلامية. أشكركم مرة ثانية وإن شاء الله نشوفكم في برامج و فعاليات مجتمعية أخرى. اليوم كنا في لقاء جو عائلي أو جو نوع من بعيد عن الرسميات بوجود الشيخ عبد الله بن مايد النعيمي في مركز شباب عجمان. هذا اللقاء يتضمن عدة محاور إيجابية من خلال كيف لقائك مع الآخرين، كيف التواصل، كيف تعزيز حب العمل التطوعي في نفوسنا، في نفوس أبنائنا في هذا المجتمع. المجلس يتكون من الأخوة المدعوين بدعوة عامة ما شاء الله عليهم، ولكن حضورهم إيجابي كبير جدا تفاعلا مع هذه المبادرات. هذه المبادرات تعتبر يعني نشكر عليها الهيئة ونشكر عليها مركز شباب عجمان، من مبادرات طيبة جدا فعلا تعزز لقاء الفكري اللي يكون ما بين شرائح المجتمع الموجود. كل من له فكر وكل من له رأي وكل من له استراتيجية قد يراه، لكن اليوم احنا نعمل على توحيد هذه الأفكار، وبالتالي يعني نأخذ منهجية قيادتنا الحمد لله رب العالمين للتحسين المستمر والإبداع الحمد لله والتطوير في كافة المؤسسات، وقبل ذلك تعزيز قيم السعادة في أنفسنا من خلال الرضا بوضع معين داخل النفس، لكن تسعى إلى تطويره وتحفيزه. فاحنا دائما هجية السعادة هي اللي تجمعنا الحمد لله رب العالمين كفكرة، ولكن كتطبيق كيف نطبق هذه المنهجية، ما هي القيم اللي يجب أن نعززها في أنفسنا حتى نشعر بالسعادة. كان هذا محور رئيسي من محاور لقائنا. السعادة كلمة يشعر بها الجميع أو يتفاعل معها الجميع، ولكن تختلف من طرف إلى آخر. ولكن هي هل السعادة بكلمة معينة بمفهوم معين؟ إنما هي السعادة نوجد في أنفسنا من خلال تفاعلنا مع بعضنا البعض، من خلال عمل نقوم فيه من أجل هذا الوطن، من السعادة من أجل السعادة أيضا بإحساس يكون متبادل ما بين بعضنا البعض. اليوم احنا في خلال هذا اللقاء يعني نعزز قيم ومبادئ ومعايير داخل أنفسنا، وبالتالي هذه يتم نقلها للآخرين. دائما تسعى دولتنا الحبيبة على غرس مثل هذه المفاهيم الجميلة، خاصة بين الشباب اللي بالطبع بيهم ينهض المجتمع. نتمنى دائما السعادة للجميع. مشاهدينا، الآن وصلنا إلى فقرات الصحة. تعد ظاهرة التدخين من الظواهر الاجتماعية السيئة التي انتشرت بين فئات المجتمع بشكل كبير، وإن أكثر من تؤثر فيهم هذه الظاهرة السيئة بشكل سلبي هم فئة المراهقين. راح نتحدث اليوم أكثر عن تدخين المراهقين والعواقب التي تنتج عنها مع الدكتور لؤي عبد الوهاب أخصائي طب الأطفال. يسعد صباحك، حياك الله معنا دكتور. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الفرصة. سعيدة، فرصة سعيدة لنا، ونشكرك على تواجدك. بالبداية، بما أنه إحنا نتكلم عن تدخين المراهقين وهذه الفئة العمرية الحساسة جدا، دكتور خلينا نعرف نتعرف معك عن الفئة العمرية اللي بنطلق عليها أنها فئة المراهقين، أو متى تبدأ حالة المراهقة بشكل عام؟ نعم، هو إحنا عندنا في طب الأطفال بنقسم الطفولة إلى عدة مراحل. بنبتدي من الرضع في عمر السنة إلى الأطفال اللي هم التودلرز من 1 إلى 3 سنوات، إلى مرحلة قبل المرحلة قبل المدرسية. مرحلة المراهقة هي من بعد 10 سنوات،
تقريبا هذه الفتره اللي هي قبل المراهقه لغايه عمر 12 سنه. لكن احنا دائما بنتعامل مع الاطفال اللي هم من 12 الى 15 سنه كفتره عمريه مميزه بتكون فيها تغيرات جسديه وتغيرات نفسيه مهمه. صحيح. جدا صحيح. وقد ايش تستمر هذه الحاله تقريبا؟ هي ممكن تستمر لغايه عمر 18 سنه تقريبا. اقصاها 18 سنه. ممكن يعني عند الحالات النادرة ممكن توجد بشكل متأخر خلينا نقول أو تستمر بشكل أطول. طب دكتور إيش هي الأسباب اللي بتقود هؤلاء الشباب المراهقين إلى التدخين وإلى يعني هذه المظاهر الاجتماعية السيئة؟ هو أساساً التدخين يعني أغلبية المدخنين بيبتدوا في عمر مبكر جدا يعني إذا تحدثنا عن 90% من المدخنين صحيح بيكون ابتدوا في عمر قبل 15 سنة. عشان كده مهم جدا إنه نتحدث عن التدخين عند الأطفال والمراهقين كأساس لمكافحة أو التدخين في عند البالغين. نعم. صحيح. السبب الرئيسي هو التقليد، يعني تقليد الأصدقاء. وغالبية الأطفال بيتعلموا في المدارس العادات التدخين، الفضول أحيانا إنه الإنسان بحاول يجرب شيء جديد. أحياناً عشان الواحد يبدو بمظهر جيد أو إنه يبدو أكثر رجولة أو استقلالية. نعم. فهما هي كمرحلة عمرية بيحاول فيها الطفل إنه يستقل، إنه يكون متمرد أحياناً نوعاً ما على المجتمع، فبيحاول إنه يعمل شيء مختلف. بالفعل صحيح كلامك. لا شك إنه التدخين له مضار عديدة ومنها مضار صحية وأخرى نفسية، خلينا نتكلم عنها بشكل مفصل. نعم. هو بالنسبة لنا طبعا التدخين ضار بالصحة، هذه عبارة صارت محفوظة للجميع وصار كل الناس بيعرفوها. التدخين أكيد مضر ولا يختلف أي اثنان على ضرر التدخين. احنا حاليا يجب أنه طريقتنا تكون مختلفة في التعامل مع المدخنين، يعني يجب أنه التركيز ما يكون بس على يعني إيضاح المضار. صحيح. نعم. والجانب السلبي، لأن أغلب الناس هم بيعرفوا المضار. المجهود الأكبر يجب أن يركز على كيف نحاول أنه نعيدهم إلى الطريق الآخر. يمكن هذا هو التحدي الأكبر. صحيح. يعني ما عاد خلينا نقول ما عاد أسلوب الترهيب وأسلوب التخويف بيفيد، يعني بالعكس في أيامنا وفي السنوات الأخيرة خلاص اللي عنده براسه حاجة يعملها راح يعملها، إن ما عملها أمام البالغين أو أمام الأهل راح يعملها من وراهم بالتأكيد. نعم. وأكثر ما يكره الأطفال ويكره المراهقين هو طريقة المحاضرات وطريقة الوعظ، فهذه الطريقة ما بتجدي نفعا صراحة مع الأطفال أبدا. طيب يعني يعني خلينا نقول أحد المراهقين أو أحد الشباب دخلوا وبدأوا يعني بممارسة هذه العادة أو هذه الظاهرة السيئة، إيش هي الطرق والأساليب دكتور اللي عن طريقها وبيها نخفف من إدمان التدخين لدى هؤلاء الشباب؟ هو الشيء الأول يجب أن الأهل يكونوا متفهمين أنه التدخين لا يعني أن الطفل فاشل. يعني كثير جدا من الأطفال المميزين دراسيا بيبتدوا التدخين، فيجب أنه الأمهات ما يضعوا في بالهم أنه التدخين هو نهاية العالم. يجب أنه لا يكون عندهم جزع وهلع شديد جدا يعني هو بالذات لظاهرة التدخين وهذا السلوك بتلاقي الأمهات جدا حذرين وحساسين، يشوفوا أنه هم عفوا المقاطعة يضعوهم في خانة يعني الفشل نعم والدمار والضياع والهلاك. نعم. هو بالعكس، هو ممكن الطفل انه في اي وقت انه نحاول نكسبه الى صفنا. بس بعض الامهات بتمارس دور المتحري، يعني تلاقي الام دائما بتحاول تشم ملابس الاولاد. أيه. تحاول تتاكد تتحسس وتتجسس بحيث انه تتاكد انهم هل هم بيدخنوا او لا. التدخين ليس هو المؤشر الوحيد على صلاح الطفل او على يعني سوءه. صحيح صحيح. بس ما في شك انه هي ظاهره سيئه وغير صحيه ممكن يعني أكيد تودي بحياه اكيد الأبيض. اكيد. بس احنا تعاملنا معها يجب انه تكون تعامل حكيم. يعني الام والاهل في البيت، المدرس والاخصائي الاجتماعي في المدرسة يجب انه يكون تعاملهم تعامل هادئ وتعامل حكيم، لانه بتلاقي احيانا بعض المدرسين بيهددوا الطلاب انه سوف اخبر اهلك واخبر ابوك، هذه طريقة مش جذابة وأكيد بنخسر الطفل يعني. صحيح. في الأخير ممكن يخليه يتمادى ويتمرد أكثر. أكيد. طيب ذكرت أنه أسلوب الوعظ والنصح والإرشاد بالأسلوب اللي فيه وعظ وكأنه بيحاضر
ما يعني ينفع مع الشباب وما ينفع مع هذه الفئة العمرية وما يحبوه، ولكن في المقابل هناك العديد من الحملات التوعوية عن مضار التدخين. قد إيش هذه مهمة بالنسبة للشباب؟ مهم جدا إنه إحنا نشوف الطريقة المناسبة. الأطفال بيتقسموا إلى مراحل، الرسالة اللي بتوجه للأطفال يعني لا تكون رسالة واحدة. يعني يجب إنه نحدد رسائل لكل فئة عمرية. مثلا الأطفال اللي من عمر 6 سنوات إلى 8 سنوات يجب إنه نغرس فيهم روح العادات الجيدة والمفاهيم اللي ممكن تكون موجودة عندهم كمرتكز في المستقبل. مثلا الأب وطفل عمره 6 سنوات ماشيين وشاف أحد بيدخن في الشارع، فيبدأ يشاور له يقول له هذا سلوك سيء و يعني هذا شيء غير جيد، فمجرد إشارة بس. الأطفال اللي في عمر مثلا 10 إلى 12 سنة بنبدأ نعطيهم رسائل شوية أكثر مباشرة، يعني أنه التدخين عادة سيئة، ولأنه هذه الفترة اللي ممكن فعلا أنه الطفل يتعرض لأصدقاء مدخنين. ممكن نعرض لهم بعض الصور مثلا لحالات نعم، وحتى ممكن نعرض لهم نماذج مرضية الأطفال الأكبر شوية من 12 إلى 15 سنة، إذا بنعرف حد من الأهل مريض أو لو علاقة بمشاكل تسبب فيها التدخين. أيوة. ممكن يعني نزوره، ممكن يعني نخلي الطفل يعني بس مش في الأعمار الصغيرة، يعني دي في الأعمار الأكبر شوية، يعني نخلي الطفل يعرف نعم يعرف المضار التدخين المباشرة. جميل. لا شك إنه كلمة التدخين تشمل السجائر وتشمل الأرجيلة طبعا، واللي منتشرة في العديد من الأماكن. فقد إيش هي نسبة الضرر بين الاثنين، وأيهما أكثر ضررا؟ نعم، هو بالنسبة لنا كلها مكون واحد اللي هو التبغ، وكلها بتحتوي على نفس الضرر. بتختلف أحيانا طبعا الكمية اللي بتعطاها الطفل. إذا كان الشيشة طبعا جلسات الشيشة بتكون فترات طويلة، فأكيد بالطفل بيتعرض إلى فترات طويلة من أول أكسيد الكربون والقطران والنيكوتين، كل المواد الضارة بتكون على فترات طويلة، بس الشيشة طبعا بتكون بشكل كثيف أكثر من التدخين. وفي الأخير كلهم غير صحيين، كلهم لهم مضار، كلهم نفس الضرر. يعني في بعض الناس بيجوا بيقول والله أنا خلاص بطلت التدخين ورحت على الشيشة، فلا، هي هذه نفس الشيء، يعني نفس التأثير. بالفعل دكتور، يعني في الأخير مثل ما ذكرت دور الأهل هو المهم وهو الأكبر في توعيتهم، لأنه ما شاء الله يعني الشباب اليوم والمراهقين صاروا مطلعين على كل شيء، صاروا مطلعين على الجزء الآخر من العالم، بضغطة زر يوصلوا لأي حاجة. فكيف إحنا نوصل لقناعاتهم الداخلية؟ هذا المهم مثل ما أنت ذكرت، وإن شاء الله يعني تخف هذه الفئة العمرية اللي بيتوجهوا لهذه العادة السيئة. أخيرا دكتور، نبغى منك نصيحة يعني أخيرة لفئة الشباب وهذه الفئة العمرية الحساسة جدا من المراهقين. نعم، هو طبعا الرسائل بتكون على عدة محاور، إذا كان من المدرسة أو من الأهل. نصيحتي الأكثر هو للأهل وللناس المتعاملين مع الأطفال والمراهقين، الشريحة هذه ذكية جدا جدا، واحذروا من الأسئلة الصعبة، لأنه أحيانا ممكن الأب يحاول ينصح طفله فالطفل يرد عليه أنه أنت يا بابا بتدخن، ليه بتدخن؟ فيجب أنه نتعامل يعني بحكمة كبيرة جدا جدا عشان نقدر يعني نقضي على ظاهرة في مهدها قبل ما تتطور. بالفعل دكتور لؤي، شكرا جزيلا على هذه المعلومات الجميلة والمفيدة. طبعا أخصائي طب الأطفال، وإن شاء الله نحاول قد ما نقدر نسعى جاهدين طبعا عبر حملات ودوركم أنتم أيضا كأطباء وعبر برنامج صباح الخير وطن، أنه نحد من مثل هذه الظاهرة ومن انتشارها. شكرا جزيلا على وجودك. شكرا جزيلا. من بعد فقرة الصحة مشاهدينا، الآن صار الوقت ننتقل إلى الفقرة اللي نستعرضها كل اثنين وأربعاء أسبوعيا، نتعرف في هذه الفقرة ومن خلال هذه الفقرة على منطقة ومعالم سياحية جديدة حول الإمارات مع الزميلة نوار، وإلى فقرة كل مرة في إمارة. وصلنا لمدينة العين ومتجهين لمكان يطلق عليه لقب بؤبؤ العين. تعرفوا شو هو؟ جبل حفيد، ثاني أعلى قمة بدولة الإمارة، بيصل ارتفاعه ل 1240 متر فوق سطح البحر. We'll be right back.
يطل جبل حفيد على كامل مدينة العين، موجود على الحدود مع سلطنة عمان. بيتميز مو بس بارتفاعه العالي وكمان احتوائه لمجموعة من الأحافير للكائنات البحرية. طريق لجبل حفيد هو طريق جبلي ملتف حوله، بتقدر تطلع عليه إما بالسيارة أو بالدراجة الهوائية، طبعاً إذا كان عندكم قدرة التحمل. وصلنا لقمة جبل حفيد لنستمتع بالمناظر الخلابة والنسيم العليل. ملفت بهالمكان انه ما بيواجه الزحمة بشكل كتير كبير الا بالاعياد والمناسبات. كمان رح نشوف اماكن مثل الكافتيريا واماكن العاب الاطفال. وبهالجو الحلو بيخلص مشوارنا لليوم. بشوفكم بحلقة جديدة ومكان مميز. من بعد هذه الفقرة الرائعة لكل مرة في إمارة مع زميلة نوار يعطيها ألف عافية، تعرفنا على معلم جديد ومنطقة جديدة في الإمارات. أكيد في يوم الأربعاء راح نتعرف معها على معلم سياحي جديد في دولة الإمارات. أما الآن مشاهدينا ننتقل إلى موضوع آخر ومختلف، نتكلم فيه عن الموضة والأزياء والجمال، حيث مشاهدينا تعشق المرأة فكرة الاطلاع على أحدث خطوط الموضة من ملابس وأحذية، وتبحث عن كل ما هو جديد من خلال المجلات والإنترنت ودور الأزياء أو عفوا دور الأزياء، حيث أن عنوان المرأة هو أناقتها. ولكن السؤال هنا يكمن، هل كل موضة جديدة تتناسب مع أفكار مجتمعاتنا؟ وهل هي أيضا مناسبة لبناتنا؟ ومن أكثر تأثرا بخطوط الموضة؟ اليوم راح نتحدث مع خبيرة الموضة لارا ثابت حول تأثير الموضة على الفتيات الشابات خاصة. أهلا وسهلا بيكي، وسعد صباحك لارا ونورتينا مرة ثانية. صباح النور خلود. Thank you so much for having me on the show. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، نشكرك على وجودك، وهذا يعني من أجمل المواضيع اللي ممكن أي فتاة أو أي بنت تتكلم عنه، موضوع الموضة والفاشن والأزياء. بس اللي السؤال المهم اللي يخطر في بالنا ويتبادر إلى أذهاننا حاليا مع انتشار الستايلات المختلفة والتصاميم ودور الأزياء في كل مكان، وصلنا لمرحلة نبغى نعرف فيها ما هي الموضة بالذات في وقتنا الحالي. الموضة هي أي شيء، أي ملابس المرأة بتلبسهم وبتحس حالها جميلة فيهم ومرتاحة بنفس الوقت. والموضة بنفس الوقت تختلف من بلد لبلد، يعني نحن الموضة عنا بالدول الخليجية بتختلف عن الموضة بلبنان، بتختلف عن الموضة بأوروبا، بتختلف عن الموضة بأمريكا. بأمريكا عندك الكاجوال لوك، بأوروبا بالعكس they're more into the البدلة، حتى لو يعني المرأة والرجل كتير رسمي الموضة عندهم. نحن هون بالبلاد الخليجية عنا العبايات، كان بالماضي عنا العباية السوداء، هلأ اليوم عنا عدة ألوان العبايات، والتطريز اللي عليهم كمان بيختلف. بلبنان الموضة هي كومبينيشن بين أوروبا وبين أمريكا، سو الموضة بتختلف من بلد لبلد. بس أهم شيء يعني شو ما تكون لابسة المرأة أو الرجال أو الطفل حتى، إنه يكونوا شكلهم مرتاحين وبنفس الوقت presentable، بنفس الوقت يكونوا مبسوطين بشكلهم. صحيح، وأهم شيء يعني في الأخير يظهرهم بمظهر لائق ومظهر جميل. طيب لارا، كيف تقيمي الموضة في العصر الحالي من ناحية تأثيرها على الفتيات وعلى الشباب اللي من الأعمار الصغيرة، خصوصا أنه إحنا صرنا نشوفها في كل مكان في أجهزتنا المحمولة؟ هلأ الموضة أكيد لها تأثير كتير كتير كبير على الشباب، على الجيل الجديد، على الفتاة، على الصبيان، على everybody in general. The new generation هو كتير مأثر بالموضة. عندك مثل، هلأ بعطيكي مثل مثل كيم كارداشيان. كيم كارداشيان هي كتير كتير مشهورة بكل بلاد العالم، وعندها السوشيال ميديا فولوينج تبعها كمان من أعلى سوشيال ميديا فولوينجز بالعالم. سو أكيد هيدا الجيل الجديد رح يعتبروها مثل رول موديل لألون، مثل مثل أعلى لألون. سو بدهم يقلدوها بطريقة لبسها، بطريقة حياتها. بس هيدا ممكن نعمله لحدود معينة، لأنه نحن آخر النهار عايشين بمجتمع عربي وعنا عادات وتقاليد لازم نحترمها. سو ممكن نقلد الموضة
تبع كيم كارداشيان بس بما يتناسب مع عاداتنا، بس أكيد بحدود وباحترام أكيد. صحيح بالفعل. ما شاء الله بحكم خبرتك اليوم في مجال الموضة والأزياء والفاشن، قد إيش اختلفت الموضة اليوم عن أيام زمان؟ قد إيش اختلفت عن السابق؟ الموضة بالماضي كانت التيار الكلاسيك أو بالليل السهرة بالسهرة الفستان الكلاسيك. أنا ما كان في too many fancy designs. تطورت الموضة بشكل كتير سريع أنا برأيي، واليوم عندك معارض الموضة يلي موجودين بباريس، لندن، ميلان ونيويورك، وهلأ عنا الموسم الموضة العربي كمان جاي هون بدبي. هيدول ساعدونا بالتطور الموضة من وقت لهلا، حتى انواع الأقمشة يلي موجودة بالديزاينز يلي بتلاقيها اختلفت. قبل كان عندنا كم نوع قماش مثل القطن، الأورغانزا، الكريب واللينن. هلا اليوم عندك الليتكس، عندك الكاوتشوك، عندك البلاستيك، عندك الرابر، عندك عدة انواع أقمشة بتساعدنا to create للمصمم يصمم من احلى ديزاينات بالعالم. صحيح. So في تطور من بالأقمشة، بنفس الوقت بالتطريز. التطريز هو عالم لوحده. بالماضي كان عندك 10 مطرزين ياخذهم اسبوع ليكملوا تطريز فستان واحد. اليوم عندك الكمبيوترز بيطرزوا فستان بظرف ساعة. So في كثير تطور من ناحية من هالنواحي بالعالم الموضة. بس هذا التطور اكيد ما قلل من المظهر الجمالي والفخامة في هذه الملابس في الفساتين. يعني رغم أنه في تطور، رغم أنه في أجهزة وتقنيات حديثة، إلا أنه لسه محافظين على خلينا نقول الفانسي ديزاينز مثل ما ذكرتي في البداية. صح ولا لا؟ صح صح. طيب في بعض الأحيان يعني مثل ما قلتي في موضة عربية وفي موضة غربية، وفي بعض البلدان بتجمع ما بين الاثنين. صح. فكثير من الأحيان بتوصلنا موضة هذه الموضة الغربية والغريبة في نفس الوقت. قد إيش ممكن يعني إنه إحنا نروح لهذه الموضة ونستخدمها بس بدون ما تأثر على الموضة العربية وعلى صحة الموضة العربية؟ أكيد أنا بشجع الموضة الغريبة بالغرب، بالشرق، بالبلاد العربية، بس غريبة بحدود. هلأ في عندك أشياء غريبة ممكن تأثر على المجتمع أو البيئة اللي نحن عايشين فيها. For example Lady Gaga من كم سنة صمموا لها الفستان يلي معمول من شقف من اللحم. أو هذا مو غريب، جدا غريب. وهيدا يعني كيف بيقولوا مأذي للعيون، في عالم أكيد تضايق من هالشي. سو هيدا غريب، مش مقبول. وفي عندك مثل كيتي بيري لما بتغني on stage بتلبس الفساتين يلي معمولين من بونبون وشوكولا وكانديز. كمان هيدول أكيد عندهم هدف معين من لبس هيدول الهدوم او هيدول التصاميم الديزاينز، بس نحن at the end of the day عايشين بمجتمع مش ممكن يقبل هالاشياء. صح. يعني انا مش حلبس فستان معمول من لحم او سيسات. صح. او شوكولا وامشي فيه بالشارع هون بدبي. سو في اشياء غريبه مش مقبوله. في اشياء غريبه مثل انواع الاقمشه اللي موجوده هلا بعالم الموضه مثل الليتكس. الليتكس هو مش نوع من الجلد، بس it's very similar للجلد، كتير قريب من الجلد، له لمعة قوية. وهلأ كتير من الديزاينرز من مصممين الأزياء عم يستخدموا وعم يعملوا من أجمل ديزاينز بالعالم من وراء هيدا القماش. بنفس الوقت الجلد كتير عم يستخدم، الفرو عم يستخدم، الشاموا عم يستخدم، حتى البلاستيك نوع من الكاوتشوك عم يستخدم، حتى الأقمشة اللي الأستروناتس بيلبسوها لما بدهم يطلعوا على القمر عم يستعملوا كمان هيدول أنواع من الأقمشة. سو هيدول غريبة بس بعدهم مقبولين. صحيح. بالزبط. فإحنا نأخذ الأشياء المقبولة تتماشى معانا ونشوفها بشكل جميل، وأكيد ما راح نستخدم الأشياء الغريبة اللي ذكرتيها. بالضبط، يلي ممكن تأثر على البيئة أو المجتمع إنه نيجاتيف على أفكارنا في الأخير، بما إنه هذه أكيد مثل ما ذكرت تحمل رسائل. ففعلاً هذه نقطة مهمة ذكرتيها، إنه الموضة والأزياء والتصاميم المختلفة هذه غريبة كانت، طبيعية، مقبولة كانت أو مو مقبولة، في الأخير لها هدف ولها رسالة وبتأثر على الناس. فمن هم الفئات اللي بتأثروا أكثر بالموضة أول بأول وليش؟ الفئات يلي بتأثروا بالموضة أول بأول أكيد هن النساء أكثر من الرجال. سوري. هيدا أكيد من وراء الأنوثة يلي موجودة بكل امرأة. إذا أي وقت
تكوني موجودة بقاعة أو بمطعم أو بأي محل بيكون في اثنين نسوين، أكتريت أكثر من 50% من حديثهم بيكون عن الموضة. صح. وهلا كمان عندنا الانترنت وعندنا السوشيال ميديا والفاشينيستاز والانفلونسرز، هدول كله they revolve حول عالم الموضة. سو بدك تقولي اكيد النساء يلي بتاثروا اكثر شيء، وبنفس الوقت يعني اذا بتطلعي على كل بيت وين في ام او زوجه، انه لما اولادها بيشوفوها عم تعتني بحالها وعم تهتم بحالها بطريقه معينه، الاولاد رح يترجعوا انه يعملوا نفس الشيء، والرجال نفس الشيء لما بيشوف مرته عم تعتني بحالها وعم تلبس اخر انواع موضه، من الهدوم للجزدان للسكربينه لموديل الشعر للصيغه، اكيد كمان هو رح يعمل افورت ويتاثر فيها اخر النهار. سو بفتكر هي المراه صحيح. اللي بتلعب دور كثير كبير. المراه اولا واخيرا، بعد كده يلحقوها باقي فئات المجتمع. نلاحظ لارا أنه الكثير من العاملين في مجال الموضة يتأثروا أكيد أو يهتموا أكيد بالجانب الحسي وجانب الإبداع اللي في الأخير عن طريقه يطلعوا هذه القطعة الجميلة، لكن ماذا عن الجانب الإنساني؟ خلينا نتكلم عنه أكثر. كيف وظفتي اليوم لارا ثابت هذا الجانب لخدمة الإنسانية والبيئة المحيطة؟ وهذا شيء جدا مهم. ثانك يو خلود. هلا هيدا انا اجتني فرصه من حوالي سنتين من مجلس بيتكون من حوالي 11 امراه معروفين كاصدقاء Emirates Red Crescent هون في دبي، وطلبوا مني انه اشتغل معهم لننظم 3 ايفنتات كل سنه هون بدبي لنقدر نساعد الاولاد يلي بحاجه لمساعده. سو نحن بننظم 3 ايفنتات، واحد منهم هو الفاميلي بيكنيك برانش، بيكون في كتير عائلات وأولاد موجودين معنا. والإيفنت الثاني هو الـ Charity Ladies Luncheon. والإيفنت الثالث هو الـ Gala Dinner. كل التبرعات يلي منطلعها من هيدول الإيفنتات منعطيها للإميرتس Red Crescent، وهن بيساعدوا الـ Different Organizations يلي مسؤولين عن الأيتام، الأولاد يلي عندهم أمراض مختلفة، الولاد يلي مش قادرين يدرسوا يلي مش قادرين ياكلوا. سو هن عندهم organizations بيساعدوها بكل بلاد العالم. سو هاي شيء جدا رائع صراحه انه قدرتوا توظفوا ما بين الابداع، حس الابداع والجماليه في التصاميم ايضا بالجانب الانساني. في الاخير يعني كلنا عايشين على كوكب واحد، في الاخير يعني كلنا نبغى نكون مرتاحين ومبسوطين ويعني قادرين انه احنا نعيش على هذه الأرض بسلام وبأمان. فيعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله أتمنى لكم، نتمنى لكم إحنا باسم البرنامج أكيد مزيد من النجاح مستقبلا. تسلمي خلود، شكرا. خلينا نتكلم أكثر حاليا عن أسبوع الموضة الذي أقيم في دبي، يعني وأبرز المصممين اللي شاركوا في هذا في أسبوع الموضة في هذا الموسم، وماذا أيضا عن المعروضات؟ هلا اسبوع الموضه صار بخامس موسم، خامس موسم حيبدا ب 15 شهر 11. هالمره حيكون موجود بالسيتي ووك، لانه نحن عملنا عقد مع ميراث ديفلوبمنت يلي هلا رح يعملوا لنا دعم لمده 3 سنوات لحديت الاكسبو 2020. وانتم بتعرفوا السيتي ووك هو موجود يعني من اهم براندات بالعالم موجودين بالسيتي ووك. صحيح. أول موسم كان موجود معنا بالبارك هايت، ثاني موسم كان موجود بفندق سانت ريجيس، ثالث ورابع موسم كانوا موجودين بفندق الميدان. من أهم مصممين الأزياء اللي شاركوا معنا هن مايكل شينكو يلي بلبس كل المس يونيفرسز، في عندك ماركيزا هو من أهم براندات هلأ بالعالم بالوقت الحاضر، عنده البوتيك يلي افتتحوه بدبي مول من حوالي سنة، هو لجورجينا تشابمان و كارين كريغ، هن بارتنرز بهذا البراند. كارين كريغ هي مسؤوله عن التطريز تبع الفساتين، وجورجينا تشابمان هي اكشلي المصممه ورا البراند، والاتليه تبعهم موجوده بنيويورك. دخلوا معنا باخر موسم، حيكونوا موجودين معنا بالموسم يلي جاي. الكولكشنز تبعهم من اجمل كولكشنز انا شفتها بحياتي بخصوص الهوت كوتير وفساتين الاعراس. اضطروا يعملوا 2 فاشن شوز مش 1 فاشن شو، لانه ما قدروا جمعوا كل الفساتين ب 1 فاشن شو. اضطروا يعملوا 2 فاشن شوز، وحده للبرايدل كولكشن وحده للهوت كوتير كولكشن. كان من اجمل فاشن شوز انا شفتهم بحياتي.
كمان عنا لورا مانسيني من إيطاليا، عنا برونو كاروسو، ريناتو بيلاسترا، جادا كورتي، عبد محفوظ من لبنان، إنجي شلهوب من دبي، كلنا بنعرف. حلو، يعني حلو كمان وجود مصممين العرب والأسامي العربية البارزة في هذا المجال. أكيد. هلأ خلود هو اسمه موسم موضة العربي، بس مش معناته أنه هو محدد للعربيك فاشن ديزاينرز. عندنا ديزاينرز من كل بلاد العالم بيشتركوا معنا، نحن موجودين ب 22 بلد عربي. هذا هو موسم موضة العربي. الحديث معك أبدا لا يمل، والحديث في هذه الجوانب عن الموضة والأناقة والجمال ما ينتهي، وما يعني ما مع الأسف داهمنا الوقت، ولكن حابين نسمع منك لارا ثابت كلمة أخيرة لكل مرأة بتتابعنا وتشاهدنا الآن في يعني حول هذا الموضوع. في هذا الموضوع الكلمة الأخيرة للمرأة العربية إنه أكيد كل مرأة عندها أحلام، ولازم أكيد نحط هدف معين لنقدر نحقق أحلامنا. أكيد رح يكون في ups and downs along the way، بس ما لازم نستسلم أكيد، ونترك بصمة حلوة بهالحياة. هاي كلمتي الأخيرة للمرأة العربية. يعطيك ألف عافية مخبيرة الموضة لارا ثابت، شكرا جزيلا على تواجدك معنا، وإن شاء الله يا رب نشوفك يعني في مواضيع ثانية وحلقات ثانية. شكرا. شكرا خلود على هاي المقابلة، وانبسطت كثير بوجودك، والتوفيق دائما. احنا انبسطنا بك، شكرا جزيلا. Thank you. كيف ستصبح الحياة الاقتصادية في مرحلة ما بعد النفط؟ هذا السؤال بات يشغل بال الكثيرين، لذلك قامت دولة الإمارات بأخذ احتياطاتها والاستعداد لهذا اليوم منذ تسعينيات القرن الماضي. مشاهدينا، المواضيع هذه كلها والظواهر اللي نهتم فيها اليوم في الدولة، واللي أكيد دائما دولة الإمارات العربية تهتم بتطوير كل ما يرفع من اقتصاد الدولة، رح نتعرف على هذا الموضوع أكثر، ولكن قبل خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشكل النهائي مع الشيف وديع، وإلى المطبخ معك شيف وديع. شكرا لك خلود. طبعا اعزائنا المشاهدين، مثل ما شفتونا نحن وخلود عملنا هالطبقين المميزين الحلوين كثير. عملنا طبعا الدجاج مع الخضار، يخني الدجاج مع الخضار، عملنا بجنبه رز ابيض، وعملنا كبه السمك المحشيه فيليه ومحشيه روبيان مع الزعفران، شيء فاخر على الآخر بصراحة، يعني كتير طيبة هالأكل، ونصحكم تجربوها أعزائي المشاهدين. طبعا نحن مثل ما شفتونا بسياق الحلقة عملنا طبعا هالكبة، لأعملكم موجز صغير، موجز صغير للكبة، كبة السمك، يعني في ناس كتير ما بيعرفوها. طبعا نص كيلو برغل، نص كيلو فيليه سمك، بعدين قشر ليمون، قشر برتقال، بعدين كزبره، شويه نعنع، ملح، وبعدين ضربناهم على المكنه اول شيء بالتدرج الفيليه السمك مع المطيبات، بعدين سقطنا البرغل عليهم، وصار معنا هلا الكبه، العجينه الكبه، كبه السمك، وبعدين عملنا هلا الحشوة الروبيان والفيليه مع الزعفران والبصل والثوم والقشر الليمون وكزبرة خضراء، كانت روعة روعة روعة. طبعا انتظرونا بأطباق جديدة غدا إن شاء الله بإذن رب العالمين، وبنرجع للأستاذ خلو. شكرا شكرا شيف وديع، يعطيك ألف عافية، فعلا استمتعنا معك اليوم في فقرة المطبخ، وكالعادة بكرة عندنا فقرات متنوعة متعددة، وأيضا وجبات شهية ولذيذة نتعرف عليها مع شيف وديع. مشاهدينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صباح الخير يا وطن، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، ولكن قبل الختام لا تنسوا أن تفتحوا قلوبكم كل يوم لكل الأشخاص حولكم، وأن تجعلوا من كل الأمور التي تشغل بالكم ماضي. نشوفكم بكرة في حلقة جديدة في أمان الله.